مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في الجلسه حول الذكاء الاصطناعي. ويمكن احنا اخترنا الاسم بتاع حول الذكاء الاصطناعي لان احنا هنتكلم في عده موضوعات مرتبطه بالذكاء الاصطناعي او ارتفيشال انتليجنس النهارده. حابب اشكركم الاول على الحضور وانكم سافرتوا معانا. احنا كنا بنفكر اصلا كمان ننقل القاعه لان في عدد من الزملاء والاصدقاء بره مش عارفين يحضروا، فتقريبا هيقعدوا في قاعه تانية او هيبقى في اونلاين بودكاستنج الناس هتشوف الموضوع اونلاين. فاحنا لايف على السوشيال ميديا وعلى الويب سايت بتاع المكتبه. مش هاخد وقت كبير من حضراتكم ولا من الساده المتحدثين. انا سعيد ان انا موجود في وسطهم النهارده وان هم لبوا الدعوه. نشكر المكتبه معرض الكتاب والقائمين عليه. لطيف ان يكون في تركيز على موضوع الذكاء الاصطناعي السنه دي في اكتر من جلسه. نتمنى ان هي تكون جلسه مفيده عشان حضراتكم تكونوا عارفين بس احنا النظام بتاعنا النهارده ايه. الجلسه دي هتكون بتنقسم لعدد من المداخلات من الساده المتحدثين على المنصه. لدينا ضيف شرف استاذ الدكتور حسين امين، ومعانا دكتوره مها بالي هتكون موجوده معانا اونلاين لان هي ما قدرتش تكون موجوده النهارده معانا لارتباطها بعمل طارق. وبعدين الفلور هيكون او الجلسه بعد كده هتكون بتاعت حضراتكم. ممكن حضراتكم تقولوا كل اللي انتم عايزينه، تسالوا في كل الحاجات اللي انتم ممكن تكونوا عايزين تسالوا فيها، المخاوف بقى والروبوت، وهنلاقي حاجه نشتغلها ولا مش هنلاقي حاجه نشتغلها. وانا سعيد ان عدد كبير جدا من اللي موجودين شباب، يعني شيء لطيف ان يكون في اهتمام بهذا الموضوع لان الحقيقه ده مستقبلكم. يعني احنا خلاص كده، بس ده مستقبلكم انتم. لا هم انا خلوني ابدا بتقديم الساده الضيوف. استاذ الدكتور حسين امين هو استاذ ورئيس سابق لقسم الصحافه والاعلام في الجامعه الامريكيه بالقاهره، وحاليا هو المدير لمركز كمال ادهم للصحافه التلفزيونيه والرقميه بالجامعه. ساهم في تاسيس النايل سات للقمر الصناعي المصري، وكان عضو مجلس امناء الاتحاد المصري للاذاعه والتلفزيون، وعضو مؤسس للجنه العليا لشبكه تلفزيون النيل المتخصصه، ومجلس امناء معهد تكنولوجيا المعلومات، وهو من رواد مشروع التدريب المفتوح في مصر. كذلك كان عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وعضو مؤسس شركة وي. أكاديميا وعلى الصعيد الدولي فقد أسس وترأس سابقا الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الإعلام، وهو عضو في الكثير من الهيئات الاستشارية التحريرية من الدوريات العلمية والأكاديمية رفيعة المستوى المصنفة دوليا Q2. عمل أمين على تقييم واعتماد الجامعات الدولي في المجال الإعلامي لجامعات في مصر والإمارات وقطر، بالإضافة لتأسيس برامج دراسية في الكثير من الجامعات العربية والمصرية. هو متحدث رئيسي في عدة مؤتمرات عالمية في مختلف أنحاء العالم، منها على سبيل المثال أسبانيا، فرنسا، النمسا، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، منظمة الأمم المتحدة، الكويت والإمارات. كما عمل كذلك كرئيس المجلس الاستشاري لرابطة الدفاع العربي، إضافة إلى كونه عضو مؤسس للمجلس العربي لتطوير الإعلام بالكويت، وعضو مؤسس لمنتدى الإعلام العربي بالمغرب، وعضو مجلس أمناء جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية بالكويت، بالإضافة لعضويات سابقة في مؤسسات عربية في كل من لبنان والكويت. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أستاذ الدكتور محمد زهران عضو هيئة التدريس بقسم علوم الحاسبات في جامعة نيويورك، حصل على الدكتوراه في هندسة الحاسبات من جامعة ميريلاند الأمريكية، وله العديد من الأوراق العلمية المنشورة والمحكمة في الدوريات والمؤتمرات الدولية، وهو عضو بارز في كل من مؤسسات الـ IEEE والـ ESM وجمعية سيجما ساينتيفيك أونر سوسايتي. دي مؤسسات مرتبطة بالمهندسين عشان بس يعني حضرتك تبقوا عارفين، مؤسسات هندسية في الأساس، يعني جمعيات دولية مرتبطة بالشؤون الهندسية. بالإضافة للأبحاث والتدريس له اهتمامات عديدة بتاريخ وفلسفة العلوم، ويرى أنها من دعائم البحث العلمي. يستمتع جدا بوجوده وسط طلابه في قاعات المحاضرات ومعامل الأبحاث والمؤتمرات. أمله أن يرى الثقافة والمعرفة من أساسيات الحياة في مصر. دكتور حجازي، دكتور محمد حجازي حصل على درجة الدكتوراه في القانون، ويتمتع بخبرة علمية وأكاديمية تزيد عن 20 عام في المجالات التشريعية والقانونية المرتبطة بأمن المعلومات والملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات الشخصية والخصوصية. يعمل ككبير مستشارين الشؤون القانونية والتشريعية والسياسات العامة والامتثال في عدد من المؤسسات، وهو عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، وعضو مجلس إدارة شعبة المدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والأمين العام للمجلس المصري للملكية الفكرية وغيرها من المؤسسات المصرية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية.
دكتور حجازي يحاضر في عدد من المؤسسات وشارك في إعداد القوانين اللجان الرئيسية لإعداد التشريعات والقوانين المختلفة زي قانون التوقيع الإلكتروني الملكية الفكرية، مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حماية البيانات الشخصية، تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، وهنكلمه في حكاية الفلوس اللي هيلموها مننا على إنستاباي دي كمان شوية، وتنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المستهلك، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الحقيقة هو نفذ مجموعة مشروعات بالتعاون مع الأسكوا والUNODC والاتحاد الأوروبي والويبو والOECD، ودي منظمات دولية بتشتغل في مجالات القانون وتطبيقاتها في مناحي الحياة. دكتورة مها بادي اللي هتكون موجودة معنا عبر الإنترنت هي أستاذ ممارس في مركز التعليم والتدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حاصلة على علاقة الدكتوراه في التربية من شيفيلد بالمملكة المتحدة. هي مؤسس مشارك لvirtuallyconnected.org وهي حركة شعبية تتحدى الحراسة الأكاديمية على المؤتمرات، ومنسق مشارك في Equity Unbound وهو منهج تعليمي متعدد الثقافات بيركز على الإنصاف ومفتوح والانفتاح والاتصال. وهي كمان بتتعاون مع وان هي ومنظمة ماي فيست، لها رحلة تعليمية احترافية متطورة جدا، بتكتب وتتحدث كثيرا عن العدالة الاجتماعية وطرق التدريس النقدية، وتقدروا تتابعوها على البلوج بتاعها mahabali.me وعلى تويتر bali_maha على تويتر. سلمى الغيطاني. سلمى، حصلت الغيطاني على البكالوريوس والماجستير في الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاليا هي مساعد تنفيذي لمدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة، كما تعمل كمحاضر في قسم الصحافة والإعلام بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. تناولت رسالة الماجستير الخاصة بها تحديات وسياسات التربية والدراية الإعلامية في مصر، وتعمل الغيطاني حاليا على أطروحة الدكتوراه في جامعة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار المصرية. الغيطاني لها مشاركات على الصعيد الدولي، وحاليا هي مراجع مع مجلة التربية الإعلامية Journal of Media Literacy Education التابعة للمنظمة الوطنية للتربية الإعلامية بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا عارف إن أنا كنت بنهج وأنتوا كمان أكيد بتنهجوا معايا، بس يعني دي سيرة ذاتية مختصرة للناس اللي على المنصة. إحنا بقالنا يومين بنختصر فيها. فيعني تخيلوا بقى. الحقيقة إحنا هنبدأ مع دكتور حسين أمين، هو ضيف شرف الجلسة. أستاذ دكتور حسين، بغض النظر عن السي في اللي قلنا لك، ان هو حاليا بيقود كده ثوره صغيره في مجال تعليم التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الجامعات، وحاليا بيعمل على تنفيذ مشروع كبير. اتفضل دكتور حسين. صباح الخير. أولاً يسعدني ويشرفني أن أكون كما قال الزميل أحمد عصمت ضيف شرف هذه الندوة، وأيضاً أني ألتقي بكم في رحاب مكتبة الإسكندرية هذا الصرح العريق في ظل معرض الكتاب الذي هو طريق منير قد أنار من قبل سواء في الإسكندرية والقاهرة، وطرح كثير من المعارف، وبالتالي أعتقد أن الندوة النهاردة قد تثري بعض العقول التي تهتم بعلم المستقبليات، خاصة أننا جميعا نرى أمام أعيننا الآن أكثرية ساحقة من الشباب الواعي الذي سوف يقود الإعلام الجديد في حقبة متعددة القنوات عبر إعلام عابر للحدود والقوميات والثقافات، حاملاً لقيم جديدة وقيم معرفية جيدة قد تثري الأوطان وقد تسيء إلى بعض الأفكار والمعتقدات والثوابت. فمداخلة اليوم وشكر واجب طبعا زميلي وأخي العزيز أحمد عصمت الذي شرفت بمعرفته منذ سنين وله باع رائع في الإعلام الرقمي، كما تزامل مع قامات دكتور زهران، دكتور حجازي طبعا من
بين الأساتذة المعروفين في المجال. والأستاذ سلمى الغيطاني هذه الصعيدة الواعدة أيضا أتزامن معها اليوم على المنصة، فلي كل التقدير والشرف. المداخلة عن الذكاء، حديث اليوم وحديث الساعة في كل العالم وليس فقط في مصر هو موضوع Artificial Intelligence أو ما يسمى AI. أي حد يتكلم يقول AI دلوقتي البروك بتاعت المخ كلها ابتدت تتحرك وتتواصل. إنما المداخلة، أنا راجل طبعا أتناول الأمور من الناحية الإعلامية والصحفية، وبالتالي المداخلة معنونة الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمحاذير، خاصة أن هناك كثير من اللغط الدائر على الذكاء الاصطناعي، بعض منه صحيح لكن مغلوطات كثيرة لابد أن نتوقف عندها حتى لا نتخلف عن الركب العالمي الحادث في هذا الموضوع. فتقنية الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة هائلة، بسرعة غير طبيعية، وأثرت وغيرت في العديد من الجوانب من حياتنا. الآن مع أننا ما زلنا نتحدث عليها وكأنها علم مستقبلي، وبالتالي هناك خلل في هذه في خلل زمني. نتوقع أن حدوث التأثيرات الذكاء الاصطناعي قادمة، وهي قادمة ولكن بأثر أكبر، ولكنها تؤثر فينا اليوم. وهناك من يخشى من الخبراء من إمكانية استخدام هذه التقنية لأغراض ضارة، ولهم كل الحق في ذلك، كما إنها تشكل خطرا على استمرارية بعض الوظائف. أيضا هناك صحية في هذا الموضوع، لكن وما هو المطروح وما هي القضية وما هو الذكاء الاصطناعي؟ هو يسمح لجهاز الكمبيوتر أن يفكر وتصرف ويستجيب كما أنه إنسان. كذلك الحاسبات تشترك وتتواصل مع بعضها وتتصرف، وهناك استجابة لما يمكن أن يحدث في مستقبلا الآثار الضارة. احنا يمكننا أن نزود أجهزة الكمبيوتر كميات هائلة من المعلومات والبيانات، ويتم تدريبها على تحديد الأنماط الموجودة فيها، فتصبح قادرة بعد ذلك على إنتاج تنبؤات وحل المشكلات وحتى التعلم من أخطائها. فبالإضافة إلى البيانات، يستخدم الذكاء الاصطناعي عددا من الخوارزميات، وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات والخطوات البرمجية التي يمكن اتباعها بالترتيب الصحيح لإكمال مهمة معينة. إذن الذكاء الاصطناعي هو تلك التكنولوجيا التي تعتمد عليها برامج المساعدة الصوتية الرقمية مثل إليكسا. تعرفوا إليكسا؟ هو كويس قوي، بنتكلمها كل يوم الصبح الساعة كام مش عارف ايه الحاجات ديت. وسيري برضو نفس الشيء، كما انه يتيح لبرامج مثل سبوتيفاي ويوتيوب وبي بي سي والاي بلاير ان تقترح عليه قائمة من المواد التي ترغب في تشغيلها. زي زمان يقول لك سيدنا خضر عايز مش عارف ايه، تلاقيه في ايدك هو بالظبط كده، المعارف اللي انت عايزها تمتلكها في نفس الثانية، ما تفكرش، هو هيفكر لك وهيجيب لك كل حاجة، وده بيها أثر سلبي تراكمي. وعليها وعلى هذه التكنولوجيا أيضا بتتداخل مع تكنولوجيات موجودة، كلكم أنا متأكد يعني عندكم فيسبوك بيجز وتويتر أكاونتس، في اختيار وعرض منشورات الوسائط الاجتماعية التي تتوافق مع اهتماماتكم. كذلك يتيح الذكاء الاصطناعي مثلا لشركة أمازون أن تحلل عادات الشراء لدى عملائها. يعني أنا بشتري حاجات من أمازون، تقعد تخزن الأنماط الاستهلاكية بتاعتي وتحط لي منتجات تتوافق مع هذه الأنماط، وبالتالي أنا أسعى إلى شرائها. وهلوم مجرم بقى،
انت تروح الامازون تخش بقى الحاجات الاصغر منها كل ده هيبقى مبني مستقبلا. وبناء على هذا التحليل تقوم امازون بعرض توصيات لعمليات شراء مستقبليه. خش بقى لغايه ما تروح لغايه البقال، ها كمان 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 20 30 سنه البقال هيحط لك برضو نفس الحكايه، لان كلنا نعتمد في كمان 30 سنه على البيانات على الاجهزه، مش هيبقى واحد ماشي كده عايز يعمل الا اذا كان بقى ده زي المشردين دلوقتي اللي بتشوفوهم في الشوارع. ده كمان 30 سنه عشان بس ما حدش يقول لي احنا موجودين، لان انا عاصرت يعني عاصرنا دخول الكمبيوتر وازاي كان في مقاومه لدخول الكمبيوتر، وعاصرنا دخول الانترنت وازاي كان في مقاومه لدخولها، وعاصرنا الامر الصناعي المصري للنايلسات وازاي كان في مقاومه كبيره للنايلسات. فاحنا دلوقتي داخلين على عصر الارتفيشال انتليجنس وفي مقاومه، خلي بالكم وفي مقاومه، كل حاجه ليها يعني محاسن ومساوئ. انما احنا تملي نبص للمساوئ ونعظم طب ما تبص للمحاسن شويه وتعظم هذه الحسنات. يعني مش هتقدر تاخد حاجه كلها جاهزيه كده 100% كلها حسنات، صح ولا مش مقتنعين بالكلام ده؟ الهواء اللي احنا بنتنفسه في الاوضه دي ها كله اكسجين، ها وما فيهوش تلوث ابدا، مش فيه تلوث، والتلوث ده احنا جسمنا فيه مناعه والمناعه بتتعامل معه، نفس الشيء لازم يحصل فيه حاجات، ولازم هيبقى فيه مسؤوليات جديده، ولازم هيبقى فيه نظام جديد من المسؤوليات اللي هي موجوده على الاسره وعلى الجامع وعلى الكنيسه على اساس ان احنا والمجتمع المدني عشان بالظبط تشتغل في ميكانيزمات جديده زيها زي المؤسسات الإعلامية والصحفية والرقمية، عشان نقدر اللي احنا نحسن من جودة المعلومات اللي جاية لنا فيها جزء متلوث نشتغل عليه. تمام؟ فاحنا طبعا سمعنا على الشات جي بي تي والبوت سناب وغيره، تطبيقات دلوقتي بقت موجودة، عندك اي اكاونت بره تقدر اللي انت تقدر تشتغل عليها، وفي ناس كتيره شغاله، ودول بيولدوا شكل جديد من الاشكال اللي هي خلقت بعض المشاكل اللي احنا شغالين عليها برضه. دول بيعملوا بناء المعلومات جديده من البيانات والانماط السابقه، بيبني يعني الواحد عندنا مشكله مثلا في الجامعات، اي حد يقول انا يروح لعند على الشات جي بي تي يقول انا عايز بيبر، عايز اكتب بحث، البحث ده يتعرض بألف وباء ودال مثلا بدرجة صعوبة جيم بأسلوب كتابة كذا، بعد 10 دقائق بكتير قوي هتلاقيه موجود، هو عامل كل حاجة ومظبط كل حاجة. ما كانش هيبقى فيه طبعا في الولايات المتحدة دلوقتي في بعض سوفت وير اللي هي بتكتشف ما يسمى بالغش الأدبي أو البلجرزم. فالناس كان اهتمامها كله حتى شهور فائتة إن هو إزاي يلاحظ البلجرزم ده أما يقارن أسلوب الطالب والكتابة والمراجع و وبعدين يشوف اللي موجود ويقدر إن هو يقول إن في غش أدبي حصل. انما الحكايه دي انتهت مع تشات جي بي تي، انا هجيب يعني تشات جي بي تي بيلم كل حاجه موجوده وبيعدل اللغات، يعني مش بس عنده قاعده بيانات، عنده قواعد بيانات يعني لا باس بها. طبعا جوجل عنده طبعا قواعد بيانات اكبر واعظم، فبالتالي هيخش برضو دخل اوريدي اللعبه وهنشوف بقى التنافس اللي موجود. طبعا كل المعلومات ما هياش معلومات في بعض اخطاء بيعملها الشات جي بي تي وفيها لازم واحد يراجع على الكلام ده. انما مش عايز اقول لكم على الشات جي بي تي عشان الزميله الفاضله
الأستاذ سلمى الغيطاني هتكلم عليها برضو. إنما أنا عايز أتكلم من 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 هاي ليفل، إيه هو بالنسبة للناس اللي بتحط استراتيجيات وبتحط تشارترز، إيه هو اللي إحنا بننظر له من هذا الأمر؟ الشات في عملية تطبيقاته التعلم الآلي على سبيل المثال، تعرف على الصور اللي موجودة والتخطيط والتحليل، ومسائل مهمة جدا بالنسبة لنا خاصة في التطبيق والتحليل. إنما المجموعة من المجالات اللي هي شغالة دلوقتي وأهم استخدامها في المجال الطبي، بتستخدم في تشخيص الأمراض. تخيل سيادتك بقى من نعمل كونسولتو ونشوف التحاليل ونودي ونجيب وبتاع، ده نجيبها لك كده. ثانيا جهاز يعني أنظمة التمويل بيساعد اكتشاف الاحتيال والمخاطر، تحسين خدمة العملاء، وفي مجال الزراعة بيستخدم تحسين الصفات الوراثية وتقليل الفائد وتحسين الاستدامة. وكلمة الاستدامة دي تسمعوها كتير قوي قوي، أكتر ما بتسمعوها دلوقتي. يعني في ناس أنا بزي حالاتي أنا بزهق من كلمة الاستدامة، بس ما كل حاجة لابد أن يكون على اتنمزجت على نموذج الاستدامة. وفي مجالات البحث العلمي طبعا اللي احنا بنتكلم عليها، هيبقى كل الديتا بيسز اللي موجودة متاح. يعني انتوا الواحد لما يكون متاح لحاجات بس موجودة في الولايات المتحدة او في المملكة المتحدة، لو الحاجات الفرنساوي مش موجودة، لو حاجات الهندي مش موجودة، حاجات الصيني مش موجودة، حاجات الياباني مش موجودة، ما لم تكتب باللغة الانجليزية. فبالتالي كل الحاجات دي في ثانية ممكن تكون موجودة. بالنسبة للصحافة، عمليات الصحافة، الجريدة ما بقتش مصرية دلوقتي. أنا عايز أشوف اللي بيحصل في الصين، باخد الجريدة الصينية لأبسها وحطها على تشات جي بي تي وقول له ترجم لي الحاجات دي، في ثانية هارة الجورنال الصيني باللغة العربية، وأتواصل معهم كمان وأكتب لهم تفاعليا إيه اللي أنا عايزه. فالنموذج العولمة الجديد اللي هيبقى موجود عايز ناس متفتحة غير متحيزة، وعايز ناس اللي هي مقنعة، وعايز ناس اللي هتقدم أفكار جديدة. طبعا بالنسبة للحكومة هيحسن طبعا في مسائل اتخاذ القرار، لأنه بيتعامل مع كل البيرز اللي موجودين وبيحدد من كميات هائلة من المعلومات، فبيخلينا نقدر نتخذ أسوأ قرار ممكن. وزيادة الكفاءات طبعا، مسألة الكفاءات إن إحنا بنتعامل مع معلومات غير مسبوقة، ما كناش إحنا قادرين اللي إحنا نتعرف عليها، دلوقتي بقينا قادرين إن إحنا نتعرف عليها، وعلي إن إحنا عندنا كم كبير جدا من المعلومات. ولا أنا كنت بقول لهم إن الواحد بينسى دلوقتي عشان الانفورميشن أوفرلود، كمية المعلومات اللي عند الواحد بقت واللي بيتعرض بيها عليها كل يوم، بقت بتضغط على أعصاب الواحد وبيبني نوع من الاسترس جوه الواحد، وده بيأكل الواحد من جوه. لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نستغل كل ثانية، لان هي الثانية اللي في طبيعة حياتنا دلوقتي، هي الثانية اللي انا بكلمكم فيها وانتم متفاعلين معايا فيها، هي دي الحياة. فإذا كنا نقدر نعظم من الثانية دي في الاستفادة، يبقى إذا بنعظم من القيم الحياتية بتاعتنا وبنقدر نقرأ أحسن، فبالتالي عندنا مدخلات معرفية أكتر، وبالتالي التواصل الإنساني هيكون أعلى وأرفع، وبالتالي ردود الأفعال هتكون أحسن. طيب في المجال التجاري، هيحسن طبعا في المجال التجاري اللي هو مبني أصلا على معلومات، وكذلك في المجال الصناعي. وأما المجال الأمني بقى، فطبعا كل المعلومات بتاعت حضراتكم كلها دلوقتي، يعني وانتوا داخلين على بتخشوا بالآي دي، بنعرف عنكم كل حاجة. الذكاء الاصطناعي بقى كمان مش هورينا ده، ينط حياتكم، استهلاكاتكم، الحاجات دي كلها تترص قدام الواحد. فالمجال الأمني هيتساعد كتير قوي في المجالات الاي اي اللي موجودة. أما المجال الإعلامي فأتركه برضو للزملاء، لأن فيه يعني كميات واستراتيجيات للمسائل الإعلام، سواء الإعلام ما يسمى بالإعلام الـ public اللي هو الإعلام العام
أو الإعلام الخاص أو الإعلام المستقل، وبرضو بتساعد في المجال السياحة وبتدي إتاحة للجهات. وطبعا بلد زي بلدنا لازم يستخدموا الـ AI في المجال السياحي صراحة. إحنا عايزين نوصل لغاية، في ناس بتقول 30 مليون، أنا بقول ليه ما نوصلش 50 مليون سائح؟ ده يعني مسألة إحنا قادرين عليها يعني، وما شاء الله بلد يعني زاخرة بكل الحضارات وبكل الثقافات، وزاخرة بالبحار والمنتجعات. وأنا كنت يعني في الإسكندرية، وأنا اسكندراني الأصل يعني، فشايف إن السياحة ما شاء الله ماشية كويس في البلد، مش هنحزنها يعني. وأيضا في المجال التعليمي احنا برضو كنا بنتناقش مع الزميل أشرف أمين من الأهرام وهو حاضر معنا اليوم، على أساس اللي احنا هندخل حاجات، احنا دخلنا حاجات اوريدي وبنعمل مؤتمرات على Artificial Intelligence، لكن احنا عايزين برضو تتويك يعني نغير بس شوية من المقررات على أساس اللي نقدر نستوعب مسألة الجزئية زي ما قال الأستاذ أحمد عصمت بالظبط اللي هتخش، وبعد كده هتبقى مقررات، وقد يكون هناك دبلومة في الذكاء الاصطناعي، وقد يكون هناك ماجستير في الذكاء الاصطناعي من ناحية الإعلامية. وبرضو لابد اللي احنا نقول ان الذكاء الاصطناعي بيدينا دقة في دقة الإجابة وسرعة في المعالجة والقدرة على التعلم. اما بقى العيوب الأساسية حتى الآن هي نقص القدرة على التفاعل وعدم فهم الثقافة الإنسانية، وأيضا خصوصية الثقافات اللي موجودة، والاعتماد تماما على البيانات. ومن أشهر المشكلات هي التحيز والتمييز اللي موجودة في بعض الأنظمة اللي حتى الآن، والافتقار إلى القابلية للتفسير. ما زلنا عندنا بعض المخاطر اللي احنا ممكن نحن نالكم في عجالة، هي الإصابات بالفيروسات اللي موجودة اللي ممكن هي تكون يعني مقصودة وغير مقصودة، وعدم الامتثال للتشريعات واللوائح الحكومية. عشان كده التنظيم، وعندنا أستاذ التنظيم المشهور الدكتور حجازي اللي هو يعني له باع وثقل في هذا الموضوع. كذلك فشل الأنظمة الجاهزية بتاعتنا يعني، وبرضو سيد سلمى هتقول لنا في البرزنتيشن ان احنا ليه الجاهزية في مصر بقت اقل من دول كتيرة في العالم العربي. فالمسألة ديت مسألة مهمة جدا اللي احنا نبص في مسألة الجاهزية، على اساس اللي احنا الجيل الجديد اللي طالع يكون جيل واعي ب ب ب ب, ب بالأسس والمعايير والمميزات والعيوب لمسألة الـ AI. بشكل عام أهمية الذكاء الاصطناعي كبيرة، يمتاز بالقدرة على تحويل كل من جوانب حياتنا تقريبا إلى ما يمكن تطبيقه، تقنية سريعة التطور ولها قدرة على الابتكار، تحسين الكفاءة، تحسين نوعية حياة الناس، ليس فقط في مصر أو في العالم العربي بل في كل العالم. ولماذا يخشى الناس اللي زينا بعض الاستخدامات في الـ AI؟ إنه لأن ما فيش قاعة تنظيمية. طيب يا جماعة، الاتحاد الأوروبي ابتدى يعمل قانون، إنجلترا ابتدت تعمل قواعد تنظيمية، ألمانيا ابتدت تعمل قواعد تنظيمية، أول امبارح بايدن اجتمع مع رؤساء الشركات الكبرى اللي هي على أساس أن هم يقعدوا مع بعض وينساوا ويبتدوا يحطوا قواعد تنظيمية في مسألة استخدامات الـ AI، لأن المسألة ممكن هي تخرج. لأن أنتوا عارفين أن كل ما تعتمدي على النظام المعلوماتية، كل ما كان فيه خطر أن يحصل فيه، ولو أن الخطأ يعني قليل جدا، إلا أن ممكن أن يحصل خطأ. فهنا في الأخطاء اللي ممكن تحصل في النووي مثلا ممكن تكلف الدنيا الكثير. فبالتالي في مسألة التنظيم بنخشى من لابد من وأنا كلمت مع الدكتور حجازي
والدكتور زهران قبل ما نخش عندكم هنا في مسألة التنظيم، وقلنا اتفقنا على شوية حاجات كده إن شاء الله إن احنا نقدر نقعد مع بعضينا فيها ونشوف إيه اللي ممكن احنا نعمله. أنا الحقيقة البرزنتيشن طويل قوي ومش عايز اللي أنا أحس إن أنا واخد وقت طويل، فأنا بجري في المسائل دي على أساس إن نقدر نقول لكم حاجات. إيه هي الوظائف المعرضة للخطر؟ الوظائف المعرضة للخطر طبعاً في وظائف معرضة للخطر، الرجل بقى يعني ده لا بينام 24 ساعة ولا عايز راحة ولا عايز ما تحطلوش شغل فوق كتافه، وفاكرين ملفات اللي بتتحط كانت في الأفلام المصرية القديمة حط قدامه ملفات، لا حط يا سيد إن شاء الله عمارة ملفات هعملها لك وملكش دعوة ومش هتدفع لي حاجة. فإذن الشغلانات اللي هي موجودة، وفي طبعا بعض الأسماء اللامعة في العالم اللي هي تعرضت لهذا الأرض الأرضية يعني الخاصة بالوظائف لأنها بتهم كل الناس في العالم، نقدر اللي احنا نقول إن الوظائف الحاجات اللي هي بتاعت الدارجة يعني هتكون معرضة لخطر، ما إنما الوظائف الإدارية يعني العمل في بعض الأعمال القانونية لو سمح للدكتور حجازي برضه هيبقى معرض للخطر، وأنا أول واحد أبقى معرض للخطر في العمل الإعلامي. فإذا كانش المسألة تتنظم ويحصل فيها نوع من الترسيخ وبلورة التنظيم في مصر، أنا بس بنهي الكلمة بتاعتي على إن الاتحاد الأوروبي مستر جوتريتش برضو اقترح المسؤولين على أساس المسألة التنظيم في أوروبا وما زالوا بيدرسوا المخاطر، ودي أجهزة كبيرة ما هيش أجهزة مش بانل، أجهزة كبيرة بتبص عقول محترمة بتبص في مسائل التنظيم. وأيضا إن البلاد نفسها بتاخد يعني أنا في نهاية الكلمة بتاعتي بقول والله إن لابد كما ذكر الأستاذ أحمد أسمت إن أقود ثورة، ولا أنا لا أقود ثورة، أنا بحاول إن الشباب اللي زي حضراتكم إن هم ينظروا ببعض الاهتمام إلى مسألة الذكاء الاصطناعي، و الشباب اللي طالع ياخدوا دكتوراه في الذكاء الاصطناعي، واللي احنا نحاول اللي احنا في المناهج الدراسية خاصة الجامعية او حتى تحت الجامعية ان احنا نبتدي عشان التطور بسرعة قوي، مش عايزين نفاجئ ان احنا متخلفين عن العالم، الا ان احنا لابد وان ننظر لمسائل الذكاء الاصطناعي من الناحية التدريسية نظرة اخرى تماما، تتشابك هذه النظرة وتندمج مع نظرة تنظيمية سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو المجلس الوطني للارتفيشال انتليجنس، مع وجود هيئة مصرية رقابية مثلها مثل الهيئات الموجودة في أوروبا لعدم استخدام أو إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في أمور تضر الأفراد والشعوب. أشكر حضراتكم الاستماع وأترك المنصة للسيد الرئيس. يمكن بعين الصقر كده دكتور حسين قدر يدينا رؤية سريعة لموضوع الذكاء الاصطناعي. في وسط الكلام كان في مجموعة من المقترحات أتمنى أن يعني ناخد بيها، في حاجة كتبتها عشان هنستخدمها بعد كده. أنا هأحيل حضراتكم دلوقتي الدكتور محمد زهران. أستاذ الدكتور محمد زهران هو أحد الخبراء المصريين اللي موجودين في الخارج في أمريكا، وأنا ببقى سعيد أنه هو يكون موجود معنا دايما. دكتور زهران هيكلمنا أكتر على موضوع الـ Generative Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمصطلحات بقى دي رايحة فين وجاية منين ومين بيعمل إيه وحاجات زي كده. فأنا هسيب حضراتكم على دكتور زهران، اتفضل. يعني شكرا جزيلا.
على الدعوة الكريمة، وشكرا على وجودي على المنصة مع أساتذة كبار زي حضراتكم، كبار علما يعني مش سنا ومقاما. طيب أنا في الكام دقيقة اللي أنا هكلم فيهم هقول بعض المعلومات اللي قد تكون صادمة شوية من الناحية العلمية. هنتكلم عن الجنريتيف اي اي زي يعني ما صديقي أحمد قال، بس خلينا نتكلم عن الاي اي عامة ونقول بعض المعلومات اللي هي ايه ممكن تكون. اولا يعني ما فيش سحر في الموضوع، الناس كلها منبهرة والدنيا مش عارف ايه ودخلنا في ساينس فيكشن بقى والاي اي هيحتل العالم وقعدنا في بيوتنا لغاية دلوقتي as we speak الكلام ده كله هكس ينفع جدا في الساينس فيكشن، انما الحقيقة مش كده. خلينا نبص للموضوع بنظرة موضوعية شوية. الاي اي فرع من الكمبيوتر ساينس، ظهر وخد هذا الاسم سنة 1957، يعني احنا بنتكلم في حاجة بقالها 76 سنة. على 2012 ابتدت امريكا، وهنا قصدي بيها الناس اللي خارج نطاق تخصص علوم الحاسبات وهندسة الحاسبات، الناس اللي بره التخصصين دول ابتدوا يتكلموا كتير عن الذكاء الصناعي. على 2015 ابتدى العالم كله يتكلم عن الذكاء الصناعي، وابتدت العملية تبقى باز ووردز والناس كلها بتقول AI AI AI. طيب 2012 مفيش اي بريك ثرو حصل في الفيلد ده، مفيش اي حاجة. يعني لو انت بصيت في تطور علوم الذكاء الصناعي 2012 مفيش حاجة حصلت في الذكاء الصناعي تخلي الناس تتكلم عنه. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ ليه الناس ابتدت تتكلم عنه في 2012؟ اولا لما بنقول اليومين دول، يعني قصدي باليومين دول اخر 15 سنه، يعني كلمه الذكاء الصناعي بنبقى قصدنا على فرع صغير من الذكاء الصناعي، اللي هو الذكاء الصناعي فرع من الكمبيوتر ساينس. فعندنا كمبيوتر ساينس، عندنا اي اي، جواه بقى فرع صغير اسمه ماشين ليرنينج، تعليم الاله، هو اسم ساينتفك كده بيدي ايحاء ان في حاجه عظيمه بتحصل. وتعليم الآلة موجود برضو بقاله مدة، مش 2012 يعني. طب إيه اللي حصل في 2012؟ اللي حصل في 2012 إن أجهزة الكمبيوتر بقت قوية بما يكفي إنها تشغل هذه النوعية من البرمجيات بحيث إنها تدينا الإجابات اللي إحنا عايزينها بسرعة كافية. يعني هل التكنولوجيا بتاعت شات جي بي تي كانت موجودة قبل كده؟ كانت موجودة، يعني طبعا بنسبة أبسط من اللي موجود دلوقتي، بس كانت موجودة، بس أجهزة الكمبيوتر ما كانتش بهذه القوة. 2012 ابتدت تبقى الدنيا قوية جدا في الهاردوير، فالعملية كانت البريك ثرو حصل في الهاردوير، وده أثر على الناس اللي بتعمل الـ AI، فابتدى الـ AI يظهر. الـ AI نفسه فرع بتاع الماشين ليرنينج ده فرع ظريف جدا، ودي بقى المعلومة الصادمة نمرة 2. الماشين ليرنينج لو انت خدت الماشين، طبعا هو كمبيوتر، ليرنينج معناه ان انت هذه النوعية من البرمجيات انت ما بقتش بتديها مجرد أوامر وهي تنفذها، فلو عملت حاجة غلط هتروح تبص على الأوامر دي إيه اللي حصل غلط وتصلحه. لا، هي برمجيات اتكتبت مرة وانت بتعلمها. بتعلمها ازاي؟ الجيل الحالي بتعلمه عن طريق أمثلة. هديك مثال، يعني هديك مثلا مليون أشعة بتاعت مريض وأقول لك والله الكل واحد منهم ده عيان، ده مش عيان، ده عيان، فهتتعلم. فلو اديتك أشعة بتاعت واحد ما شافوش قبل كده، هذه البرمجيات هتبقى عندها القدرة انها تقول لك ده عيان ولا لا، فتعلمت عن طريق الامثله. اللي هو الجيل الحالي من الماشين ليرنينج اللي بيسموه سوبرفايزد ليرنينج. سوبرفايزد يعني اديتك امثله. تمام. الحاجه الثانيه او الثالثه بقى الصادمه في الموضوع، ان الحاجات دي ابتدت تشتغل كويس، الماشين ليرنينج ابتدت تشتغل وفي مجالات عديده واحنا ما نعرفش بتشتغل ليه كويس كده. يعني ايه جربتها واشتغلت؟ دي معلومة صادمة كبيرة، لأن إيه الناس بتقول لك ماشين ليرنينج بتشتغل كما المخ البشري. حلوة الجملة دي، بتعجب جدا الصحافة، بس احنا اصلا مش عارفين المخ البشري شغال بدقة قد ايه. جامعة نيويورك اللي انا شغال فيها فيها واحد من اقوى ريسيرش جروبس في النيوروساينس، وحاجات كتير في المخ البشري غير معروفة. هي الطلعة الاولانية بس في برمجيات الماشين ليرنينج شبه اللي احنا بيتهيأ لنا ان المخ عامله، وبعدين لقينا الموضوع لذيذ وبيبتدي يشتغل فنسينا المخ بقى، وفضلنا مركزين مع البرمجيات دي نطورها ونشوف ونطلب من بتوع الهاردوير عايزين اجهزه اقوى، اعملوا لنا اجهزه اقوى كذا كذا كذا، وابتدينا نعمل. فكلمه ان جربناها واشتغلت دي
حاجة مش ظريفة، يعني حاجة كويسة لبتوع الشركات، هطلع لك منتجات زي تشات جي بي تي من اوبن اي اي، زي بارد من جوجل، زي بينج من مايكروسوفت، لكن انا مش عارف هي شغالة كويس ليه. دي معلومة صادمة نمرة 3. المعلومة الصادمة نمرة 4، الماشين ليرنينج وجواها برضو فرع اصغر اسمه الديب ليرنينج، هي عبارة عن برمجيات بتحاكي الخلايا العصبية اللي في المخ بالطريقة اللي احنا بيتهيأ لنا انها شغالة بيها كويس، واحنا بنتعلم عن طريق الامثلة. ممكن انت الناس اللي يعني اللي عدت بالثانوية العامة عارفة حكاية انك تقعد تحل لك 50-60 مسألة عشان لما تشوف واحدة تانية شبهها بارقام مخالفة تعرف تحلها، هو ده بالضبط الجيل الحالي اللي موجود للذكاء الصناعي. وهذه الشبكات العصبية ما بتعرفش تعمل غير حاجتين. شوف كل التطبيقات بتاعت الماشين ليرنينج دي في جميع المجالات ما بتعرفش تعمل غير حاجتين: التعرف على الأنماط pattern recognition، عشان كده لما هتوريها أشعة حاجة فممكن تشوف أشعة شبهها، وإنها تعمل تنبؤ prediction. وريتها مثلا شعر أسهم بتاعت شركة معينة آخر 50 سنة، فبقول لها طب إيه اللي هيحصل. يعني الحاجتين دول هما بس اللي النيورال نتورك اللي هي بتعمل الماشين ليرنينج والديب ليرنينج بيقدروا يعملوها. هتقول طب ازاي الحاجتين دول بيعملوا حاجه زي تشات جي بي تي؟ تشات جي بي تي نيورال نتورك، تشات جي بي تي دخل على النت، وانا ما بقول تشات جي بي تي بتكلم على هذه الكبشه من البرمجيات اللي بتكلم معاها الشات بوتس. ودول على فكره اسمهم العلمي، احنا مش عايزين نقول كلام مجعلص كتير، بس يعني اسمهم ال ال امز، لارج لانجويج مودلز، دي اللي تحتيها الشات جي بي تي. وكلمة جي دي يعني جينيريتيف، جينيريتيف يعني بتطلع لك إجابات بري تريند، دي البي اللي في جي بي تي يعني أنا مرنتها بالكلام اللي موجود على الإنترنت. ترانسفورمر، وده نوع من الشبكات العصبية النيورال نتورك. فهي دخلت على النت شافت الجمل الكتير اللي موجودة في كل حتة، المعلومات اللي موجودة. فأنت لما بتسألها سؤال بيسموه برومبت، بتشوف الله طب ما الكام كلمة دول اللي انت اللي في سؤالك انا شفت حاجات شبهها على الانترنت كان بيرد عليها بكذا، وشفت حاجات تانية كان بيرد عليها بالكلمه كذا، وشفت حاجات ثالثه، وتبتدي ترتبهم بالفريكوانسي وبعدين تختار منهم. مش لازم تختار اعلى فريكوانسي، لو اخترت اعلى حاجه هترد عليك بنفس الرد كل مره، انما انت الشات جي بي تي لو اتنين سالوها نفس السؤال بترد ردود مختلف، بتحاول تطلع راندم. طيب ده هيقودنا، يعني الموضوع ما فيهوش سحر، انا عارف ممكن اكون بوصل لكم السحر بتاع الموضوع، هيتكلم معانا بقى ويالف قصائد شعر، هو بيألف قصائد شعر بس بيجيبها. وخد بالك من حاجة، هو بيجيب من كل الحاجات اللي موجودة على النت، بس انت الجماعة اللي بيألفوا روايات وشعر والكلام ده كله انت ما بتخلقش من فراغ، انت قريت وكل حاجة، وعقلك الباطن بيخليك تعمل تراكيب جديدة من حاجات انت قريتها قبل كده. وده بالضبط الحاجات شبه تشات بيجيب من حاجات قبل كده، ما فيش حد فينا بيجيب من فراغ. وده هيفتح أسئلة كتير بقى للكوبي رايت والكلام ده، مش سكتي هنا، بس هيقودنا الموضوع ده لحاجة مهمة جدا فيما يتعلق بالشات جي بي تي وما شابهه. هل يمكن أن نثق في الذكاء الصناعي؟ حاليا لا. وأنا هديكم مثال شخصي ومثالين تانيين حصلوا من كام سنة قربوا يوصلوا إلى القضاء. يعني المثال الشخصي، احنا من كام شهر كنت في فلوريدا بحضر مؤتمر، هو أكبر مؤتمر في تخصصنا في تصميم الحاسبات. في واحد صديقي هو فايس بريزيدنت اوف ريسيرش في جوجل، ما تتوقعوش يعني ان انا راجل واصل بقى فايس بريزيدنت، في بتاع 18 19 واحد في جوجل اسمهم فايس بريزيدنت، عشان بس يعني نبقى في الصوره دي اسامي بيدوها للناس عشان تنبسط ويحسوا انهم اترقوا. يعني المهم بقول له I am offended، انا سالت بارد بتاع جوجل سؤال ورد عليا اجابه اعتبرتها شتيمه. قال لي ايه؟ فتحنا بارد انا وهو على التليفون وسألت بارد اللي هو ده البرودكت بتاع جوجل اللي هو بيرد بيه على تشات جي بي تي، موجود ببلاش ممكن تفتحوه هيشتغل. سألناه قلنا له مين رئيس هذا المؤتمر اللي احنا فيه السنة اللي فاتت؟ راح جايب أسامي اتنين من جوجل ومنابزة عن كل واحد ومش عارف ايه. قلت له شايف الشتيمة؟ انت جايب ناس من جوجل وجايب معلومات عنهم والناس دي موجودة فعلا في جوجل وكل حاجة، بس رئيس المؤتمر ده السنة اللي فاتت كنت أنا، فانت جايب ناس من جوجل من الشركة عندك. فهو قال لي اعتراف صغير وقال لي ما تقولوش لحد، وانا ما بلقيش حد غير لما اقول له، وادي بقوله من على المنصة اهو لطوب الارض على سيشن زوم متسجلة وبتتذاع على فيسبوك اللي هي في حرب مع اوبن اي اي.
واللي ماسك أبحاث الفيسبوك الذكاء الصناعي يان لوكان معايا في القسم، فالموضوع مفتوح، أنا بنحب الشفافية هنا. قال لي إحنا كان لازم نرد لما أوبن AI نزلت شات جي بي تي في السوق، فكان لازم ننزل بحاجة حتى من قبل ما تكون لسه مستعدين ليها، فنزلوا برد كانش لسه مستعد. هو بعت لهم طبعا وصلحوا المعلومة دي، بس عشان أنا عارف الراجل كوسة يعني، إنما في حاجات كتير ما تقدرش تثق فيها. طيب أنت كبني آدم ما تقدرش تبص، لو أنت طبيب مثلا تمتص كم مهول من المعلومات، احنا في عصر يعني المعلومات الغفيلة بقى دلوقتي، فأنا بدي للاي اي مليون أشعة صدر مثلا لمريض بيتمرن عليهم، وبعدين بوري له أشعة لواحد تاني فيقدر ما شافوش قبل كده، فيقدر يدي لي العلاج بدقة عالية يمكن أعلى من الطبيب. جميل جدا، بس الدقة دي مش 100%، قول مثلا هيديك بدقة 98% والطبيب الشاطر بيبقى دقته 92%. في حاجتين هنلاحظهم هنا، اولا ال 2% دول لو طلعوا الغلط، دول لو طلع حظك سيء في ال 2% والمريض مات، مين اللي هيتحمل المسؤولية؟ ده مشكلة. حاجة من الحاجات اللي بتعطل استخدام الاي اي هي التشريعات هنا الإيثيكال، وطبعا لا يفتى ومالك في المدينة، فانا بس بريز الأسئلة. لو انت ركبت عربية ذاتية القيادة بعد ما تنتشر وقلت لها وديني للمكان الفلاني وهي ماشية ضربت واحد موتته، مين اللي هيتحمل المسؤولية هنا؟ فدي حاجة لازم نبص عليها. حاجة تانية، ال 2% اللي بيغلط فيهم الماشين ليرنينج سوفت وير دول مختلفين عن ال 8% اللي بيغلط فيهم الطبيب البشري. يعني ال 2% دول ممكن طبيب امتياز صغير يعرفهم، فلازم نعرف. فده معناه ايه؟ معناه ان قدرات المكنة مختلفة عن قدرات البني آدم. فانت هنا بتدور عشان عايز احسن استخدام للاي اي عشان تبتدي تثق فيه، التكامل ما بين البشر والمكنة. في حاجات البشر كويسين فيها وحاجات المكنة كويسين فيها، ولازم البشري هو اللي هيتحمل المسؤولية في الاخر، لان هو في الاخر اللي هيمضي، هي دي ده التشخيص، وده اللي لازم يبقى فيه شخصية ما تتحمل المسؤولية اللايبيليتي، ولا مش هينفع تستخدم التكنولوجي. تمام. الجيل اللي بعد كده عشان تبقوا عارفين، وانا بقول الجيل اللي بعد كده للذكاء الصناعي مش قصدي بيها انه حاجه لسه فيوتشرز، هي موجوده في المعامل بس ما نزلتش برودكتس لسه. انا هدي له مليون اشعه صدر مثلا، بس مش هقول له مين عيان ومين من اللي شعيان. عندك مليون يا عم اهو مع نفسك بقى، هو هيحاول يبص ويعمل ومش عارف ايه، ويحاول يكلستر ويحاول يشوف بقى مين المفروض شكله صحيح ومين اللي عيان ومش عارف ايه، ويبتدي يعمل الموضوع ده. الجيل الثاني ده الانسوبرفايزد ليرنينج، يعني انا بديك مسائل زي الثانويه العامه كده قبل كده، بديك مسائل وحلولها عشان تتعلمها تقوم تحل مساله جديده، المره دي هديك مسائل من غير حلولها وانت مع نفسك بقى. الجيل الثالث انا مش هديك حاجه خالص، ودي كانت جربتها جوجل في الفا زيرو في حاجه ريستريكتد شويه اللي هو الشطرنج. قالت لالفا زيرو انا مش هديك اي خطط ولا اي ادوار قديمه ولا حاجه خالص، انا هقول لك القطع بتتحرك ازاي الابيض والاسود، اقعد انت تلعب مع نفسك وبس، انت اللي هتجنريت الديتا لنفسك. ودي بعد 70 ساعة لعبة مع نفسه قدر يكسب بطولة العالم للكمبيوتر تشيس. يعني دلوقتي الكمبيوتر تشيس اقوى من البشر، فما يقدرش يتعامل مع البشر، فبيعملوا له بطولة لوحده، لان دلوقتي اي برنامج شطرنج هتنزله ببلاش على تليفونك هيكسب بطل العالم على الصفر هانز داون، مش محتاج مكنة جامدة ولا اي حاجة. فالجيل الثالث انت اللي هتجنريت السينثيتك ديتا، دي ديتا مش موجوده، وتتعلم منها، بس طبعا ده لسه بقى لسه بعيد. ومن دي طلع حاجه صغيره كده اسمها جانز، جنريتد ادفيرسيال نيورال سيستمز، اللي منها اتعمل الديب فيك. انا ممكن اعمل لك صوره ليك، بس دلوقتي الجماعه بتوع الفوتوشوب المحترفين بيعملوها، بس ممكن اعمل لك فيديو ليك وانت بتتكلم مع حد وماشيين ورايحين ومش عارف ايه، الكلام ده ما حصلش. بيعمل اتنين نيورال نتورك، واحده بتطلع الحاجات الفيك والتانية شغلتها انها تكشف ده فيك ولا لا، فده بيطلع ويدي لدي دي تقول له اه انا اكتشفت انه فيك، يروح مرجع له الريسبونس يحسن ويطلع واحده تانية ويروح لده ايه رايك لا فيك، ويفضل ماشي كده لغايه لما النيورال التانية دي تعجز عن انها تقول ان ده فيك، وطالما هي عجزت غالبا احنا كمان هنعجز، فكده بيبقى ديب فيك. وده اللي جاي يعني، ده طبعا في فروع كتيرة من الماشين ليرنينج موجودة، بس ده هو الريسيرش اللي موجود على الساحة. هل الناس كلها لازم تشتغل في الذكاء الصناعي باعتباره موضة؟ يعني خد بالك من حاجة، لما الناس بتخش في سنة أولى في الجامعة
بتكلم من ناحيه الكمبيوتر ساينس والانجينيرنج عشان الفيلد ده بيتحرك بسرعه. من ضمن الحاجات اللي بنقولها لهم في سنه اولى خد بالك كويس لان في حاجات كتير من اللي انت هتتعلمها عقبال ما تتخرج هتبقى قديمه ويمكن غلط كويس. فانت لازم تاخد في اعتبارك حاجه، انت تبتدي الذكاء الصناعي دلوقتي بس ايه اللي هيحصل اما توصل تتخرج؟ This is different story. انت محتاج لاي تكنولوجيا ثلاث انواع من الخبراء. خبراء في التكنولوجيا نفسها، نظريات الذكاء الصناعي اللي احنا عاملين نقوله ده، نظريات الذكاء الصناعي نفسها وكيف تتطور والهاردوير والسوفتوير والكلام ده كله. النوع الثاني خبراء في استخدام هذه التكنولوجيا في كافة المجالات، استخدام التكنولوجيا في مجال الإعلام، استخدام التكنولوجيا في مجال الطب، في مجال الإدارة. النوع الثالث ودول بقى علماء الاجتماع، التأثير الاجتماعي لهذه التكنولوجيا. فدي انت محتاجين بقى ناس زي دكتور سيد ياسين الله يرحمه، الدكتور حامد ربيع، اللي بيبصوا بقى على استخدامها. فثلاث انواع من الخبراء لاي تكنولوجيا، فانت تختار ايهما انت تحب تشتغل فيه، بس ما تمشيش ورا الموضه، لان في الاخر الذكاء الصناعي ده فيلد دره التاج زي ما بيقولوا، في هاردوير محتاجه، في انواع معينه من السوفت وير بره الذكاء الصناعي ومن غيرها الذكاء الصناعي مش هيشتغل، دي حاجه تانية. في تطبيقات جديده بتظهر، يعني البروجرامينج الناس اللي بتشتغل في البرمجه بعد خمس سنين ممكن ما يبقوش موجودين لان حاجات زي تشات جي بي تي هتكتب كود احسن منهم اوريدي، بس هيظهر مكانها شغلانه تانية اسمها برومبت انجينير، الطريقه اللي انت تتكلم بيها مع تشات جي بي تي او ما شابهه عشان يديك اجابه كويسه. فده معناه ايه؟ في وظائف هتختفي ووظائف هتظهر. سرعة الاختفاء وسرعة الظهور دي بتعتمد على الحالة بتاعت كل دولة، والوظائف اللي بتظهر هتحتاج قدرات عقلية أكثر من الوظائف اللي اختفت، فده معناه أنه بيحط ستريس جامد على التعليم وبس. فاكر عشان باخدش وقت طويل، وشكرا جزيلا. وبس دي اللي هو أنا إيه هسكت هنا عشان يعني كفاية بقى، بس هو اعتقد ان في حاجات اكتر من كده. انا شاكر لحضرتك ان انت بسطت لنا المفاهيم، وكمان جهزت لنا بقى دكتور حجازي رائع. موضوع ال على فكره يا جماعه دكتور حجازي ليه يد بشكل ما او باخر في معظم القوانين اللي مرتبطه بالموضوع ده في مصر ومجموعه الدول العربيه، فهو عارف اللعبه ماشيه ازاي. فاللي عنده سؤال يجهزه للموضوع دوت. موضوع الاثكس لو بدأنا بي تقول لنا فيها دكتور هياسي فضل. طيب مساء الخير، يعني سعيد جدا الحقيقة أن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة وفي معية حسين بيأمين ويعني كل المتحدثين الأفاضل. ويعني موضوع الـ AI زي ما دكتور زهران ودكتور حسين قالوا موضوع من موضوعات الساعة، وكلنا الحقيقة بنشوف أنه في تنامي كبير جدا للتطبيقات دي، وفي مخاطر كمان كبيره جدا. الاعلام عمال بيصدر لنا المشاهد السلبيه بتاعه الاي اي بشكل رهيب جدا، على الرغم من انه في جوانب ايجابيه كبيره جدا 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 من الممكن اننا نستخدمها. ما زالت السكينه الحقيقه، وده المثل اللي دايما بحاول اني اضربه، اقدر اني استخدمها في افعال كتيرة جدا إيجابية وممكن أقتل بيها شخص. فالتكنولوجيا الحقيقة موجودة زي أي تكنولوجيا، ليها الجوانب السلبية وليها الجوانب الإيجابية. دورنا الحقيقة ودور الأطر التنظيمية أو التشريعات والقوانين عموما إنها بتحاول إنها يعني تزود الجزء الخاص بالجوانب الإيجابية على حساب الجوانب السلبية أو التحديات اللي من الممكن أنها تبقى موجودة في المسألة دي. يمكن مش عايز يعني أتكلم كتير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن الدكاترة أسهبوا فيها كتير، إنما هاخد مجموعة أمثلة كده عشان نبتدي نربط بقى بالجزء الخاص بالتشريعات. فترة كوفيد في بعض المستشفيات الحقيقة كانت ابتدت تستخدم الروبوتس علشان تدخل غرف العناية المركزة لمرضى الكوفيد علشان يحموا الأطقم الطبية اللي موجودة. طيب الروبوتس دي النهاردة المسؤولية بتاعتها على مين؟ دي روبوتس ابتدت انها يتم تغذيتها ببيانات، يعني
أنماط للتصرفات الخاصة بالأطباء، إزاي يقدر إنه يتعامل مع المرضى، وابتدوا إنهم يتعاملوا مع المرضى. تخيلوا كده إنه لو في روبوت النهاردة أخطأ وإدى لمريض جرعة مش مظبوطة، أو إنه يعني ابتدت بعض الروبوتس تشعر بالحالة النفسية للمريض، وابتدت تحس بأنه المريض دوت عايز يتخلص من حياته علشان يتخلص من الألام اللي موجودة، وخدت القرار بالنيابة عنه أنها تنهي حياته وفقا لرغبته، هي شعرت بيه وابتدت أنها تنهي حياته. بالمناسبة اللي أنا بقوله ده في يعني بعض الأمور اللي ابتدت أنها تحصل بالشكل دوت، وفي بعض التجارب والريسيرشز اللي ابتدت أنها حتى يعني تقول أنه في بعض الروبوتس اللي ابتدى يبقى في بينها وبين بعض لغة حوار مش مفهومة تمام للبشر اللي ابتدوا يشتغلوا عليها. الحقيقة عشان ما طولش على حضرتك، وانا عارف انه دايما الكلام في القانون بيبقى سخيف، بس خليني اقول لكم انه حاجتين الحقيقه من الحاجات المهمه جدا في مساله الاي اي: البيانات والخوارزميات المستخدمه او الالجوريزمز المستخدمه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الحقيقه صعب جدا اننا نحط قواعد قانونيه للذكاء الاصطناعي من غير ما يبقى عندنا تنظيم قانوني واضح لفكرة البيانات والتعامل مع البيانات. وهنا حقيقة محتاجين نفرق ما بين نوعين من البيانات بشكل واضح جدا: البيانات الشخصية اللي هي الخاصة بالبني آدمين الأفراد اللي زينا تمام، والبيانات غير الشخصية، كل أنواع بقى البيانات التانية بغض النظر إنها مهيكلة أو غير مهيكلة، مش هدخل في تفاصيل بالمنظر دوت، إنما مهم إننا ننظمها. ليه؟ لأنه النهاردة وإحنا بنتكلم، ويمكن دكتور زهران الحقيقة يعني إيه ركز في كلامه على كم نقطة كده أنا بالنسبة لي كانوا مهمين جدا، جربناها واشتغلت تمام، ودي نقطة من النقط المهمة جدا، وفكرة إنه بيقدر يتعرف على النمط، بيقدر يتعرف على السلوك، بيقدر يتعرف على الاسلوب. هو ده ايه؟ دي بيانات شخصية، دي بياناتي، بمعنى انه النهاردة وحضراتكم في حد ما عندوش سناب شات، في حد ما عندوش انستجرام او فيسبوك او تويتر من اللي قاعدين، اعتقد ما فيش حد، مش كده؟ طيب لما بيبتدي انه يطلع لك اللي انت بتفكر فيه، وممكن تبقى ما عملتش عليه سيرش بالمناسبة، لما يبتدي انه يظهر لك بعض الاماكن اللي انت بتحبها او بعض الصور اللي انت بتحبها وانت ما عملتش عليها سيرش، هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا مش سحر، يعني زي ما دكتور زهران برضو قال في الاول، ده مش عوزة ولا حاجة، هو قدر انه يحلل السلوك الخاص بحضرتك او حضرتك، وابتدى انه يطلع نوعية المعلومات اللي بتتناسب مع النمط الخاص بيك أو مع رغباتك وسلوكك في الجزء دوت. وبناء عليها الحقيقة بيبتدي أنه أحيانا يدفعك لاتخاذ قرارات، ودي نقطة من النقط المهمة جدا أننا نبقى بنبص عليها الحقيقة. وإحنا بقى بنتكلم على الأخلاقيات، يمكن اليونسكو من حوالي 3 سنين طلعت وثيقة مهمة جدا لفكرة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، اللي ابتدت بعض الدول الحقيقة أنها تحاول أنها يعني يا تحط لها بعض يعني أكواد السلوك، والبعض الآخر ابتدى يترجم الكلام دوت في محاولة لصياغة مشروعات قوانين تحاول أنها تكفر المبادئ دي. المبادئ دي الحقيقة واحدة منها مثلا عدم الإضرار بالمجتمعات والنظم البيئية، زي انه تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما تبقاش بتضر بالمجتمع وبالبيئة. الأمن والسلامة تمام، حماية الخصوصية والبيانات الشخصية. بالمناسبة يعني
ودي واحدة من النقط اللي دايما بيبقى فيها خلاف ما بين جهات الأمن مثلا تمام والمجتمع بشكل عام تمام. الكاميرات بتاعت المراقبة اللي فيها خاصية الفيس ريكوجنيشن واللي فيها خاصية التراكينج، هل دي النهاردة هي مهمة تمام جدا بالمناسبة، إنما هل النهاردة المفروض أننا نبقى بنشتغل بهذه النوعية من التقنيات وإنها تبقى متاحة وإنه يبقى فيه إمكانية أن أنا أقدر أني أتراك أي شخص في أي حتة وحدد سلوكه وحدد اهتماماته وأبقى عارف هو بيمشي منين وبيروح فين وبيجي منين؟ أعتقد أن ده يعني في يعني توغل كبير جدا على خصوصية الإيه؟ على خصوصية المواطنين. فكرة بقى إزاي أنه البيانات اللي إحنا دخلناها، ويمكن دي برضو نقطة من النقط اللي قالها دكتور حسين وأكد عليها دكتور زهران، فكرة أنه هل هقدر أثق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمسؤولية اللي هتبقى ناتجة؟ طب البيانات اللي طالعة دي، هل البيانات اللي تم إدخالها أصلاً بيانات صحيحة؟ هل بيانات دقيقة؟ هل بيانات محدثة؟ ممكن البيان يبقى صحيح بالمناسبة بس مش محدث تمام، قديم، فالنتائج هتبقى مختلف. طب نتيجة القرارات اللي من الممكن أنها تبقى طالعة بناء على هذه البيانات الغير صحيحة أو الغير محدثة، دي نقطة من النقط الحقيقة اللي مسار يعني اهتمام كبير النهاردة في الجزء ده. طيب النهاردة وأنا بتكلم بقى على الخوارزميات وحيادياتها وشفافيتها، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه أنا أقدر النهاردة الخوارزمية أو المعادلة اللي موجودة داخل البرنامج من الممكن أنها تبقى ميلة لاتجاه معين بتزقني ناحية قرار معين، وبالتالي مسؤولية الشركة الحقيقة ومسؤولية المطورين اللي بيشتغلوا على الخوارزميات دي شكلها عامل ازاي؟ حد يحضركم امثلة بسيطة جدا من الممكن انه حاجات حتى ممكن نبقى بنشوفها كل يوم، اي حد بيجي ياخد قرض مثلا تمام بيتعمل له اي سكور مظبوط اللي هو تصنيف ائتماني. التصنيف الائتماني ده بيبقى مبني على ايه؟ مبني على الكريدت هيستوري بتاعك او تاريخك الائتماني مع البنك، لو انت عندك كريدت كارد او خدت مثلا حاجه بالقسط من محل او خلافه، طب انت بتسدد ولا ما بتسددش وخلافه. طب النتائج اللي بتطلع دي نتائج مبنيه على هذه البيانات، طب لو البيانات دي غلط اوكي، طب لو انا النهارده كنت بسدد والتقرير طالع ان انا سلبي اوكي، هل من حقي اني اعترض على دوت ولا لا؟ هل من حقي انه يفسر لي الخوارزمية المستخدمة والبيانات اللي هو استخدمها دي موجودة ولا لا؟ ده واحد من المبادئ الحقيقة اللي اليونسكو كانت حطاها اللي هي مبدأ الشفافية والقابلية للتفسير في الجزء دوت. طبعا فكرة بقى المسؤولية، والمسؤولية هنا مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية تمام، بمعنى ايه؟ بمعنى انه العربيه اللي من غير سواق تمام وعملت حادثه، الحاله الشهيره اللي حصلت، المسؤوليه هنا هتبقى على مين؟ هل على الشركه المصنعه للسياره ولا على الشركه المصنعه للبرنامج ولا على الشخص اللي دخل البيانات اللي تم تغذيه بيها نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالسياره؟ بالمناسبه الحالة اللي حصلت تمام كانت المشكلة فين؟ كانت المشكلة انه البيانات اللي تم تدريب النظام عليها تمام، العربية بالمناسبة دخلت في مقطورة، دخلت في عربية تراك كبيرة جدا تمام، ما شافتهاش. طيب ليه؟ لانه حصل انه ببساطة شديدة جدا النوع ده من العربيات اللوحة بتاعته لوحة النمر تمام فرقة عن جسم العربية، ففي مساحة الحقيقة السنسورز بتاعت العربية هي مش شايفة انه في تراك قدامها او في مقطورة قدامها، هي شايفة السماء، هي شايفة الطريق، فهي شايفة انه الطريق قدامها ايه؟ الطريق قدامها مفتوح
اوكي. وبالتالي ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه هي خبطت لمجرد انه ما دخلش نوعية العربيات دي على النظام تمام اثناء التدريب، او نوعية البيانات دي على النظام علشان يدرب. الكلام ده على فكرة بياخد investigations قوية جدا وطويلة جدا عشان نقدر اننا نوصل لها. طب النهاردة المسؤولية هتبقى على مين؟ طبعا في الحالة دي احنا بنتكلم على مسؤولية مشتركة، انما في امور تانية كتير الحقيقة محتاجين اننا نحدد فيها المسؤوليات. طبعا واحنا بنتكلم برضو على التطبيقات زي الشات جي بي تي وخلافه بتثير اشكالية كبيرة جدا في حقوق الملكية الفكرية من ناحيتين الحقيقة. من ناحية انه هو ما بيعملش شعوذة دكتور زي ما حضرتك قلت، وبالتالي هو بياخد الكلام ده من اعمال سابقه. طب لاي مدى هو، انا بقى ما بتكلمش على انه بينسب وخلاص، لانه في الاخر الاشاره لصاحب العمل ده اشاره ادبيه، دي اشاره معنويه، مجرد انه العمل ده انا واخده من كذا، ده عشان اخلاقيات البحث العلمي. انما لو حد يعني بيبص على الموضوع من بزنس برسبكتيف بقى، او يعني من منظور مالي واقتصادي، أنا النهاردة عندي يعني أعمال معينة وكتب معينة ومصنفات معينة أنا بتكسب منها، وبالتالي محتاج إنه العوائد المالية بتاعتها ترجع لي. فأنا مش بس يهمني العائد الأدبي تمام، إنما يهمني كمان العائد المالي. طب هو هيعمل ده والعوائد المالية بتاعتي هتبقى إزاي؟ طب أنا النهاردة كصاحب حقوق ملكية فكرية أنا من حقي إني أدي للشخص الفلاني وما أديش للشخص التاني تمام، ده بحريتي الشخصية أني أتعاقد مع أي شخص وفقا لشروط معينة، ده مش حاصل الحقيقة في الجزء ده. طيب النهاردة في بعض القوانين ومنها من القانون المصري مش من حق حد أنه ياخد أجزاء جوهرية من العمل بتاعي. مين اللي يقدر يضمن أنه الشات جي بي تي أو أي تطبيق آخر ما بياخدش أعمال أو أجزاء من مصنفات محمية؟ دي نقطة. طيب النهاردة بلاش بنشتغل على بيانات ملهاش حقوق ملكية فكرية تمام، وابتدى يطلع منتج جديد، المنتج ده هيبقى ملك مين؟ كل الاتفاقيات الدولية، كل القوانين الوطنية الحقيقة بتتكلم على انه المؤلف لازم يبقى شخص طبيعي. وبالتالي النهاردة لما اجي اقول انه عندي منتج طلع من الشات جي بي تي بحث مثلا تمام، البحث ده هل هنقول انه الباحث اللي بيشتغل بالشات جي بي تي هو صاحب البحث، هو المؤلف بتاعه، ولا التطبيق هو المؤلف بتاعه؟ طب لو رحنا لفكرة انه لا، التطبيق هو المؤلف بتاعه، عندنا كل القوانين بتقول انه المؤلف هو شخص طبيعي. انا بس يعني بحاول اني استعرض بعض النقاط اللي فيها تحديات قانونية كبيرة في المسألة دي. طبعا يعني لسه العالم كله بالمناسبة لسه يعني بيحاول انه يوصل لقواعد قانونية تحكم موضوعات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. يمكن اوروبا ابتدت تطلع بعض الاطر القانونية علشان فكرة حيادية الخوارزميات. الصين بالمناسبة السنة اللي فاتت طلعوا قانون علشان يضمنوا حيادية الخوارزميات واختبارها، وانهم يبقوا متأكدين من انها يعني شغالة بشكل نيوترال جدا وما فيهوش اي نوع من انواع البايس ناحية حد، وفي نفس الوقت حطوا مسؤوليات على الشركات المطورة، وحطوا مجموعة معايير الحقيقة لإيه هي الخوارزمية اللي المفروض أنها تبقى مقبولة من الناحية القانونية. الاتحاد الأوروبي شغال الحقيقة على إطار تشريعي حاليا، بس لسه ما تمش إقراره بشكل نهائي، والدول لسه عمالة بتحط يعني آرائها ومقترحاتها عليه داخل الاتحاد الأوروبي. هل احنا في مصر محتاجين حاجة؟ بالتأكيد. احنا يمكن كان عندنا شوط في القوانين المصرية اللي بتحكم المسألة دي، انما ما زال عندنا طبعا يعني
قصور فيها. طلعنا قانون لحماية البيانات الشخصية عشان نحمي بيانات المواطنين. المفروض أنه حالياً في يعني بدايات لمشروع قانون لتصنيف البيانات، ودي واحدة من الأمور المهمة جداً علشان نقدر أننا نحدد يعني إيه البيانات اللي من الممكن أننا نستخدمها وطريقة استخدامها والقواعد الخاصة بيها. طبعاً عندنا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللي بيجرم فكرة الديب فيك بقى وخلافه، إنما بالتأكيد أنه النص القانوني لوحده مش كفاية، لأنه من غير ما يبقى عندي تطبيق عملي على الأرض وكوادر بشرية قادرة أنها تشتغل بالأدوات التكنولوجية دي، وكوادر بشرية قادرة أنها تمتلك كمان بعض التولز اللي بتمكنها من التعرف على المنتج يعني المقلد أو الفيك من المنتج الأصلي، كل ده طبعا تحديات موجودة على الأرض. أنا مش هطول أكتر من كده، ولو في أي أسئلة. شكرا. كعادة رجال القانون، هو قال لنا كل حاجة وقالناش أي حاجة. يعني هو قال لنا إن في قانون، لا راجل، بس ما قالناش القانون ده هيعمل إيه. قال لنا إن هيعملوا قانون لهيكلة البيانات، بس إحنا معرفناش هو أي نوع البيانات اللي هيبدأوا يعملها هيكلة المعرفة ولا الغير معرفة، يعني التريند ولا البري تريند، هيعملوا فيها إيه لسه؟ لسه. طيب وصلت الإجابة. شكرا حضرتك. حضرتي معنا دكتورة مها بالي، وهي منضمة إلينا عبر زوم. أنا بس عايز أقول على حاجة، دكتورة مها هي واحدة من اللاعبات المصريات الأساسيات في مجال الموكس. إحنا في آخر 3 سنين بنشتغل كلنا على زوم، وبنخش على طلبة الجامعة والثانوية العامة بلاك بورد والحاجات دي كلها. عايز أقول لكم الدكتورة مها من الناس اللي بتشتغل على تطوير المنصات دي، ويمكن هو مؤخرا يمكن من 5-6 أيام هي تم اختيارها كواحدة من أهم 30 مؤثر في مجال تكنولوجيا، في مجال التكنولوجيا واستخدامها في التعليم العالي. هتكلمنا على حاجة اسمها Critical AI Literacy، اللي هي التفكير النقدي في الذكاء الاصطناعي. وبس عايز أقول لكم ملحوظة، إن الدكتورة مها ما بتديش محاضرات، هي بتدي أسئلة، فهتلاقوا في حاجات بتطلع على الشاشة طلبة منكم أنكم تجاوبوها، فنحضر موبايلاتنا كده علشان هي هتطلب منكم أنكم تجاوبوا على حاجات، وهي هتبني على الكلام ده التوك بتاعتها. دكتورة مها تفضلي يا فندم. السلام عليكم. متشكرة قوي أنكم تجيبوني عن طريق الزوم، كان نفسي أكون معاكم طبعاً. آخر مرة عملت برزنتيشن عن الموضوع ده، آخر برزنتيشن حد سألني هو أنتي إيه آي ولا أنتي بني آدم، حد إيه؟ جبت لهم بنتي، قلت لهم بخلف يبقى أنا بني آدم. بس شكرا قوي للإنترودكشن دي، وهبتدي معاكم وهبتدي أتكلم، ويا ريت فعلا تتعاملوا معايا. هسأل شوية أسئلة، وطبعا ولادي يعني الدكتور حسين والدكتور حجازي والدكتور زهران إن شاء الله أستاذة سلمى هيجوا كلام كتير، فأنا عايز أسمع من الجمهور. هديكم بس خلفية، إن أنا لما كنت بعمل البكالوريوس بتاعي في الجامعة الأمريكية سنة 2001، كان الموضوع بتاعي في ماشين ليرنينج، فأنا أوريدي عاملة الثيسس بتاعتي، عاملة الموضوع بتاعي عن هذا الموضوع من حاجة 20 سنة. وبعدين لما جينا طبعا الحاجات الأخيرة اللي حصلت، فأنا دلوقتي معايا دكتوراه في التعليم، ببص على إيه تأثير ده في التعليم دلوقتي. بس طبعا وقتها كنت بعمل ماشين ليرنينج في مواضيع تانية يعني. فانا هبتدي هشير بس الشاشه معايا حاجات، لاني لما اسال الاسئله هتبان لكم برضو الحاجات اللي انا هتكلم عليها. انا بحاول اترجم حاجات انا عاده بتكلم عليها بالانجليزي، فلو قلت حاجه المصطلح غلط حد يصلحني، يعني ما عنديش مشكله، حتى اتكلمنا ان احنا ممكن نتكلم في المواضيع دي. فلو هنتكلم على الموضوع بتاعي، انا بقول الوعي النقدي للذكاء الاصطناعي، وهنتكلم على هل ده الموضوع الصح ولا غلط. بس قبل ما نبتدي نتكلم عليه، انا حاسه انه مفيد جدا ان احنا نفكر في الذكاء الاصطناعي ده بيفكرنا بايه. كانت والدتي هي دكتوره في الطب، يعني ملهاش دعوه بالتعليم ولا الكمبيوتر ولا اي حاجه، لما سمعت عن الشات جي بي تي قالت لي ايه ده عامل زي الفاست فود، زي الوجبات السريعه، وده بيعبر عن هي تخيلها ان الحاجه دي ايه اهميتها وبتاثر علينا ازاي وكده. فحب اسمع منكم كلكم الذكاء الاصطناعي بيشبه ايه بالنسبه لكم؟
لو عمركم استعملتوا التول دي قبل كده اسمها مانسي ميتر، يا اما بتاخدوا الكيو ار كود، باين الكيو ار كود يا جماعه على الشاشه على الشمال تحت، ممكن بالموبايل ندخل عليه، او نخش على menti.com وندخل كود 6716-0695، الكود برضو باين على الشاشه. هل حجم الكيو ار كود كبير كفايه ان الناس تعرف تشارك؟ اتمنى، عشان عايز اسمع من كل الناس. انا عارفه سمعت ان في 100 شخص. menti.com menti.com menti.com. بعدين بندخل الكود الموجود ده علشان يدخلنا على اللينك على طول. انا شايفه ناس ابتدت تجاوب اهو، انا بس هستنى شويه عشان اكيد في ناس لسه بتدخل الكيو ار كود، وبعدين هيبان الناس قالت ايه. واحتمال يكون ناس وهي بتسمع دكتور حسين ودكتور حجازي ودكتور زهران وهما بيتكلموا يكونوا ابتدوا يفكروا في حاجات ما كانتش في بالهم قبل كده برضه. في حد كاتب طفل حديث التعلم بالفانوس السحري الوباء، شايفين الفرق بين كل كلمة من دول والتانية؟ يعني طفل حديث التعلم بيقربه من البني آدم، وزي ما احنا كنا بنقول، زي ما دكتور حجازي دكتور زهران كان بيقول، ان احنا اول ما ابتدينا نستعمل الذكاء الاصطناعي كنا نقول ان هو بيتعلم زي ما المخ بيتعلم، بس احنا ما كناش عارفين المخ بيتعلم ازاي، فان هو اكنه طفل بس لسه صغير، يعني لسه ايه متعلم جديد، فهو ايه مش شاطر قوي، بس يعني ممكن بعدين يعرف. بس لما نقول وباء يبقى احنا بنبص على الناحية السلبية، ان هو هيعمل مشكلة كبيرة وهينتشر جامد ومش هنقدر نسيطر عليه، صح؟ والفانوس السحري بيرجع لكلام الدكتور زهران برضو كان بيقوله في الاول، يقول لك ايه ده فجأة سحر بقى بيعمل حاجة. في حد كاتب تشالنج، فطبعا هو بي بي بالنسبة لنا تشالنج. في كائن خرافي لكنه حاجة عمرنا ما شفناها قبل كده، ممكن يكون مش حقيقي كمان، كائن خرافي لا بيجري ويتعب احيانا، يعني هي ساعات بيشتغل كويس ساعات لا، صح ده صحيح. ف حد كاتب ايدياز، يعني افكار، حد عجبته فكره الفاست فود، جاسوس صامت، دي مهمه جدا، دي من ناحيه البرايفسي، صح ان هو بيلم علينا معلومات واحنا مش واخدين بالنا، فدي برضو حاجه الساده الافاضل قبل كده اتكلموا عليها. شيء من المستقبل، آلة بلا مشاعر، إجرام. وفي ناس تانية كاتبة شو وسكيري جاينت، برضو حاجة مرعبة. نتائج غير دقيقة، دي حاجة صحيحة طبعا، احنا كنا بنتكلم عن الموضوع ده. استشاري، ان الواحد ممكن يستشيره ممكن يساعده ممكن لا. كسل، ما هو بيخلينا نكسل. كومبيتيتور، صح، ان ده هياخد شغلانات بتاعتنا مثلا. مدمر، جزء من الإبداع، برضو في ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده. في حد كتب عليه مساعد شخصي، يعني هو مش متضايق منه قوي، يعني بيساعده برضو شوية. وناس بيقولوا عليه فريندلي، انه يعني ممكن نتصاحب عليه. وانكسبكتد، غير متوقع، ما كناش متوقعين ان احنا نشوفه. ايه كمان ابتدت الحاجات دي، هادم للبشرية، وحد كاتب طفرة. شايفين الفرق الجامد بين كل واحدة من الكلمات دي بتعبر عن مشاعر مختلفة تماما احنا عندنا اتجاه التكنولوجيا دي. وفي حد كاتب عولمة، حد بيتكلم عن افلام الخيال العلمي، واعتقد ان افلام الخيال العلمي بتأثر فينا، ان هي احنا شفنا الخيال العلمي بتاع الاي اي غالبا اغلبيتنا قبل ما نشوف الحقيقي بيعمل ايه، فده بيدينا افكار ايه ده ممكن في المستقبل يبقى زي ترمينيتور، ده ممكن يدمر البشريه، ده ممكن لما الروبوت يتكلم مع بعض يعملوا حاجات مدمره قد ايه. في حد كاتب كتاب عالمي كبير، ده ممكن زمان كان يقولوا كده على الويكيبيديا مثلا، دلوقتي بيتقال ممكن على الاي اي نفس الفكره، ان هو عنده معلومات كتيره قوي وبيطلعها لنا. حد تاني كاتب مصباح علاء الدين، فكره المصباح دي اول مره تطلع على فكره لما سال السؤال ده في العالم العربي، اجانب ما قالوهاش كتير، يعني ساعات بيقولوا جيني، ممكن جيني برضه، ممكن يبقى الجيني اللي بيطلع من المصباح. في حد كاتب خطر وسرق الوظائف. اوكي طيب، انا هكمل، ان عندي سؤال تاني برضو. احنا انا هبتدي اتكلم على انا فكري عن ايه هو الوعي اللي احنا لازم يبقى عندنا من ناحيه الاي اي، بس انهي كلمه، انا بحاول اترجم كلمه literacies، فانا عايز اعرف رايكم ايه في الموضوع ده. كلمه literacies احسن ترجمه ليها تكون
وعي ولا دراية ولا إدراك ولا قرائية ولا كلمة تانية خالص؟ اختاروا الكلمة اللي حاسين إن هي أكثر واحدة مناسبة. هسألكم السؤال ده تاني بعد ما أخلص عشان يمكن لما أشرحها بطريقتي تقرروا إن لا أنا كان قصدي حاجة تانية. طبعا اللي قالوا كلمة أخرى عشان أنا مش قاعدة معاك في الأوضة فأنا مش عارف هي إيه، بس ممكن نبقى نسمعها بعدين وقت الأسئلة عشان عندي فضول أعرف هي إيه. طيب أحمد، إحنا كنا أنا وأنت بنتكلم قلنا الإدراك دي كلمة حلوة، فواضح إن الجمهور برضو عجبهم كلمة إدراك، ها؟ بس كلمة وعي برضو عالية. هي كمان كمل أكثر في الأول إدراك، وبعدين عشان كلمة الوعي بيقول لك اللي عنده وعي فبيكون عكسها اللي ما عندوش وعي فهم بيزعلوا بالحاجات دي قوي. يعني هي وعي awareness صح، مش لازم تبقى literacy بالذات، بس حاسه ان طيب خلاص يبقى نتكلم، يبقى بعد كده انا بقى اسميها الادراك بقى احسن. شكرا قوي انكم شاركتوا معايا، وهنرجع تاني نسال سؤال كمان شويه، بس هعرض تاني الشاشه من عندي سلايدز ونرجع نكمل الموضوع. احنا كده قلنا الادراك هي اقرب حاجه، فانا هبقى اغير اللي انا كاتباه بعد. انا عامله سلايدز بتاعتي لو اي حد عايز ياخدها بعدين ويبص عليها ويسيب لي كومنتس على اللينك ده. ده لينك قصير bit.ly/bibalex، بس البي والاي بتاع بيب اليكس كابيتال، لو حد عايز ياخدهم هحطهم تاني في الاخر خالص بعد ما اخلص ان شاء الله. انا كنت عامله على المدونه بتاعتي بحاول اشرح انا لما انا عشان انا بدرس في الجامعه الامريكيه كورس عن الديجيتال ليتريسيز، فالادراك الرقمي يعني من زمان جدا مش من ايام الشات جي بي تي، ودايما بحاول اتكلم معاهم على كذا كذا حته من الموضوع ده، يعني في ازاي بتعمل. والدكتور زهران شرح حاجات عندي، وهوريكم لعبه كده صغيره بلعبها مع الطلبه بتوعي عشان يعرفوا بيشتغل ازاي، بيتعلم ازاي، وازاي بيتعلم من غير ما احنا نقول له يعمل ايه. يعني هو بيتعلم من المعلومات اللي من الداتا اللي بنديها له، صح؟ مش ان احنا بنقول له هو لو كذا يبقى كذا، هو لازم هو يتعلم من المعلومات الكتيره اللي بياخدها دي. اول حاجه بنتكلم على التحيز في المعلومات اللي هي داخلاله وازاي بتطلع مخرجات متحيزه، برضو هتكلم عن الموضوع ده شويه. كمان بنتكلم على عدم المساواه في مين عنده اصلا التكنولوجيات دي ومين اللي بيعملها، وازاي بتزود مشاكل عدم مساواه في العالم، فهي مش دايما بتساعد، يعني فيها ساعات بتزود مشاكل في العداله الاجتماعيه. بنتكلم على الاخلاقيات اللي موجوده في شغل التكنولوجيا، وطبعا دكتور حجازي برضو بيتكلم عليها من ناحية قضائية، بس هي فيها حاجات حتى مش قضائية بس مشكلة مشاكل كبيرة بتحصل في الطريقة اللي بيتعامل بيها الذكاء الاصطناعي. ومهم برضو حاجة كان دكتور زهران جاب اتكلم عنها اللي هي هندسة التوجيه أو هندسة الأوامر اللي هي prompt engineering، ودي أعتقد أنها مهمة مش بس للكمبيوتر اللي دارس كمبيوتر، للشخص العادي اللي هيستعمل الشات جي بي تي أو ما شابه، إن هو يعرف يسأله إزاي عشان يطلع منه أحسن معلومة يستفيد بيها. وبالنسبة لي أهم حاجة أنا كأستاذة في الجامعة، وأنا شغلتي أساساً إن أنا بساعد أساتذة الجامعة يعرفوا إزاي يدرسوا للطلبة بتوعهم مع التغيرات الكتيرة اللي بتحصل في التكنولوجيا. فالطالب والأستاذ الاثنين محتاجين يعرفوا إمتى ولماذا وأين بينفعنا التكنولوجيا دي وإمتى بتضرنا، ويعرفوا يستعملوها إمتى وما يستعملوهاش إمتى، ويتكلموا عنها إزاي مع بعض، مش نخاف منها يعني. فبرضه نفتكر ان لما بنتكلم على كيفيه عمل الذكاء الاصطناعي بيشتغل ازاي، مش بنتكلم بس على تشات جي بي تي بس، هو التشات جي بي تي اللي ايه اليومين دول كل الناس تتكلم عليه، بس في انواع كتير تانية بتعمل حاجات كتير مختلفه. التدريب بتاعه
دايما في تحيزات. تحيزات ليه؟ لان البيانات اللي هو واخدها اوريدي واخدها منين. اوبن اي اي لما جم عملوا تشات جي بي تي اللي موجود عندنا دلوقتي مش قايلين لنا بالظبط هم جابوا المعلومات بتاعته منين، ولكن في حاجات قبل كده كانوا بياخدوا حاجات من الموجودة على الانترنت. فاحنا عارفين ان اغلبيه الحاجات الموجوده على الانترنت لو يعني عملنا احصاء كده لكل المعلومات الموجوده على الانترنت اغلبيتها باللغه الانجليزيه، اغلبيتها من الفئه البيضاء الغربيه ذكور اغلبيتهم. كل المعلومات على الانترنت كده 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 متحيزه بالطريقه دي، فاي حاجه بتتعلم من الانترنت هتبقى متحيزه بالطريقه دي. فده معناه ان احنا لو احنا قعدنا نستعمل التكنولوجيا دي وبطلنا احنا نكتب وبطلنا نفكر هيبتدي كل اللي احنا بنطلعه المخرجات بتاعتنا هتطلع زي الحاجات دي. فدي مشكله، ودي مشكله كبيره للناس اللي في الحته اللي احنا فيها من العالم، ان احنا طبيعي احنا اوريدي بناخد كتير قوي معلوماتنا من الغرب، نبتدي بقى ما يبقاش عندنا احنا اكن احنا بنطلع اي معلومات من عندنا. طب احنا من وجهه نظرنا هنتكلم عن الموضوع ده ازاي؟ انا دايما بدي المثل بتاع ويكيبيديا وحرب 73 6 اكتوبر 73، لو قريناها بالانجليزي هنسمع قصه ولو قريناها بالعربي هنسمع قصه تانية، عشان أغلبية اللي بيكتبوا بالإنجليزي والإديتورز وكده واخدين وجهة نظر معينة. فلو إحنا ما شفناش غير دي وما كناش عارفين إن فيه على فكرة وجهة نظر تانية، لو كلمنا بلغة تانية هنبتدي نشوف العالم من منظور غربي بحت، مش هبقى شايفين أي ثقافات تانية أو أفكار تانية. طبعاً برضو الدكتور حجازي اتكلم عن الموضوع ده، بس لازم نفتكر إن إحنا عارفين إن الذكاء الاصطناعي لما استخدم قبل كده كان متحيز، لما استخدموه في التوظيف والتعيين كان بيبتدي يختار ناس زي اللي هو اختارهم قبل كده اللي هم غالبا برضو ذكور وبيض وحاجات كده. لما استخدمت في القضاء كانت في تحيز ضد الامريكان الغير البيض برضو، لانه كان بيتعلم زي ما كانوا القضاء قبل كده بيعملوا، اللي هم في تحيز من قبل كده بيتعلم من التحيز وبيعيده تاني مش هيغيره. عارفين ان التكنولوجيا الاي اي لما استخدمت للتعرف على الوجوه بتبقى كويسه جدا في الوجوه البيضاء ومش كويسه جدا في كل ما اللون البشره يبقى اغمق، ما بتبقاش متحيزه، ما بتبقاش اكيوريت، ممكن تمسك حد ما عملش حاجه وتقول ان هو عمل حاجه. الحاجات دي مهمه ان احنا نفتكرها. وفي طبعا برضو عدم مساواه في مين اللي عنده اصلا يقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي، غير بس مين اللي عمله بس مين اللي بيقدر يستعمله. ما هي في مصر لو حاولت تعمل اكونت في تشات جي بي تي كنا ما بنعرفش نعمله، كنا لازم نعمل في بي ان وندخل نمر التليفون بره والحاجات دي، ومش كل الناس عندها حتى الادراك ان هم ازاي يشغلوا حاجه زي كده مع انها المفروض ما بتشتغلش. وفي بلاد تانية ما كانش عندها برضو اكسس، السعوديه واعتقد هونج كونج وبلاد كده. فدي حاجه مهمه. وبرضو طبعا مين الاشخاص اللي عندهم الادراك ان هم يعرفوا يستعملوا الحاجات دي؟ مين عنده وقت يقعد يتعلم الحاجات دي؟ انا لما ببص على الاساتذه في الجامعه في ناس عندها وقت وده ليه علاقه بشغلها فهيدوها وقت، وفي ناس لا الحاجات دي صعبه عليهم وبتاخد منهم وقت وبيخافوا وبيقلقوا وكده. وبرده طبعا دلوقتي مع تشات جي بي تي كان نازل ببلاش، بس جي بي تي 4 مش ببلاش، وجي بي تي 4 اقوى بكتير. فمين اللي عنده القدره ان هو يدفع ثمن المنصات المكلفه ومين ما عندوش؟ ده هيعمل تفرقه بين الناس برده. فدي حاجه مهمه برده نفكر فيها لما هنستعمل حاجات زي دي في التعليم، مين اللي عنده اصلا ومين اللي بيقدر يستعمله ومين اللي عنده قدره يدفع ثمن. وفي حاجات تانية في عملية التدريب غير إيه اللي داخل وإيه اللي خارج. شركة Open AI وهي بتدرب Chat GPT وهي بتمرن برضو، كان هم عندهم برضو الفيجوال AI بتاعهم أنا بس ناسي اسمه دلوقتي، إنه هم عشان يعملوا AI ما بيعملش عنف بيعملش إساءة وبيعملش شتايم وحاجات كده وألفاظ وكده، كانوا مدين شركة في كينيا هما اللي بايه شركه مقاولين يعني زي مقاولات يعني هي اللي بتبص على المعلومات اللي داخله وتشيل منها الحاجات العنيفه والحاجات اللي فيها اساءه وكده. اللي حصل ان هما عملوا كده، الشركه دي كان اسمها سما. الشركه دي اولا كان بيدفعوا للناس دي فلوس قليله جدا، يعني كان في بني ادمين في الموضوع في السوبرفايزد ليرنينج ده، في بني ادمين بيشيلوا حاجات من اللي داخل على تشات جي بي تي. بس اللي حصل ان هما حصل لهم مشاكل صحه عقليه والشركة سابتهم يتفلقوا ويتعبوا وما صلحتش الموضوع ده. فهم عشان يجيبوا لنا احنا AI ما بيشتمش وما بيجيبش عنف، في ناس اضطرت تشوف مناظر وتقرا حاجات متعبة نفسيا وتعبوا نفسيا عشان يجيبوا لنا تشات جي بي تي اللي احنا بنستعمله دلوقتي. طبعا في حاجات تانية في الاخلاقيات بيقولوا انه التشات جي بي تي الامباكت بتاعه على الكلايمت، ان هو استخدام كميات كبيرة قوي 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 من الاجهزة ده بيستهلك طاقة، وده برضو بيأثر على يعني على الكلايمت عندنا.
الحاجة التانية بقى اللي أنا دايما بتكلم، لو هنستعمل الحاجات دي لازم برضو عايز أعرف الترجمة بتاعت البرومبت انجينيرنج إيه، هندسة التوجيهات ولا صياغة الأوامر؟ حد من اللي موجودين يقول لي استخدموا أنهي ترجمة أحسن حاجة ليها دي؟ دكتور زهران بتستعمل إيه لو عايز تقولها بالعربي برومبت انجينيرنج؟ هو متهيألي صياغة الأوامر أقرب إلى المعنى الصحيح، لأن ساعات الترجمة طبعا الحرفية ما بتبقاش قوي صح. يعني انا حاسه كده برضه. لان يعني زي مثلا كلمه فيدباك، يعني راجع الصاده دي كلمه مضحكه جدا بصراحه، بضحك جدا. فيستحسن الترجمه الحرفيه دي نفكر بس يعني اعتقد هي صياغه الاوامر يعني. طيب متشكره. انا بحس ان صياغه الاوامر دي حاجه المفروض الاساتذه يتعلموها والطلبه يتعلموها. ليه؟ لان انا دلوقتي لما انا بحاول يعني احسن درايه الاساتذه بازاي الاي اي بيشتغل، هو في الاول لو ما عندوش موضوع صياغه الاوامر هيحط حاجه هتطلع له اي كلام هيقول لك يبقى الطلبه مش هيعرفوا يعملوه، والطلبه جزء منهم هيبقوا عندهم موضوع صياغه الاوامر وفي طلبه ما جربوش ما عرفوش فمش هيعرفوا يستعملوه كويس. فانا شايفه ان احنا المفروض ندرس الحاجه دي عشان اللي يستعمل الاي اي يعرف يستعمله كويس ويطلع منه الحاجه اللي هو عايزها، ويعرف اخره يجيب اخره معاه، ما يبقاش جزء من الناس بتعرف وجزء ما بتعرفش، فدي هتعمل تفرقه ما بين الناس وبعض. بس المهم جدا بالنسبه لي التقييم النقدي لامتى لما استعمل الاي اي هيفيدني وامتى ممكن يضرني. فانا عايزه اسال الجمهور في السؤال ده وبعد كده هتكلم شويه انا عن الموضوع برضه. انا شايفه في ناس اوريدي شافت السؤال وابتدت تجاوبه، فهعمل شير سكرين عشان نشوف قالوا ايه. في حد بيقول يفيد عند وضع الحدود الاخلاقيه والانسانيه له ويضر عند يضر عند استخدامه من غير الحدود المسموح بها. ده صحيح، اللي هي الحدود اللي احنا لسه في العالم بتاعنا مش واضحه قوي وهتتغير اكيد كل شويه، بس طبعا في اوروبا دايما بيفكروا في الحاجات دي. يفيد عندما يستخدمه الانسان في شيء يسهل لنا الحياه لكن مضر في التجسس او الصور المفبركه. موضوع الصور المفبركه والفيديو المفبركه ديب فيكس دي مقلقه جدا يعني بالنسبه لي. حد يقول يفيد عندما يساعد البشر في أداء مهامهم بشكل أفضل وأكثر دقة، يضر عندما يستبدل العمالة البشرية ويساهم في البطالة وذلك سيضر الحياة الاجتماعية ويهدم الأسر. صح. مفيد طالما يتم التعامل معه على أنه آلة ولكن لابد من السيطرة عليه، حيث أن عكس ذلك قد يؤدي لعواقب وخيمة مثل الروبوت صوفيا. دي كان من كذا سنة صوفيا دي. يزيد الإنتاجية ويقلل وقت التنفيذ، مضر في دقة المعلومات، ودي طح مشكلة موجودة طبعا. بيضر مع كثرة استخدام والاعتماد الكلي عليه، بيضر مع كثرة استخدام. اوكي ده حد تاني بعيد. يفيد عند استخدامه ك مش عارفة ايه، ومساعد للذكاء البشري ويضر عند الاعتماد الكلي عليه. ان احنا نستعمله مع مش بدال البشر. اوكي متشكر قوي. ارجع تاني هنا. وانا اعتقد ان الاسئله دي لازم في كل حاجه بنتعلمها في الجامعه نتسال، يعني في المجال بتاع الاقتصاد امتى هينفعني، في المجال بتاع تعلم التاريخ امتى هينفعني، في مجال اداره الاعمال امتى استعمله امتى ما استعملوش، امتى هيفيدني امتى هيضرني. وكنت دايما بقول حاجه كنت كتبتها على تويتر من فتره، زي مثال كده لانا استعمل الاي اي في الدراسه او لا، زي مثال لو انا هعمل كيكه دلوقتي انا امتى لما بطلب من حد يعمل كيكه لازم يعملها هو في البيت من الاول، يجيب هو السكر والدقيق وكل حاجه ويعملها لوحده، وامتى ممكن يجيب علبه اللي هي فيها الحاجات دي مخلطه ويزود عليها بس شويه حاجات، وامتى نسمح للناس انها تشتري كيك من محل، وامتى نشتري كيك من السوبر ماركت اللي هي نوعيه مش جيده جدا. ولما سالت السؤال ده على الانترنت ونحاول نفكر في التعليم امتى بنبقى كده، ان هو حسب احنا بندرس ايه. يعني لما انا حد عندي في الجامعه مثلا، في الجامعه الامريكيه اول سنه بنعلمهم ازاي يكتبوا بطريقه معينه، يبقى هو لازم يتعلم يكتب من الاول لوحده، ما ينفعش يستخدم التكنولوجيا، لان التكنولوجيا لو استخدمها بدري زي الكالكوليتر كده، لو حد استعمله قبل ما بيعرف يعمل حساب مش هيعرف، فلازم يعمل الحاجات البدائيه. انما لو انا خلاص قربت اخلص وعملت البحث بتاعي خلاص وعايز الاي اي يساعدني بحاجه بسيطه، يبقى انا ممكن اجيب حاجه نصها جاهز واكمل عليها، يبقى مش لازم كل حاجه نبتدي من الاول خالص. زي ما دكتور حجازي كان بيقول، دكتور زهران كان بيقول ان احنا بعد شويه هيبقى خلاص هيبقى هنعمل حاجات محتاجه ليفل اعلى من التفكير العقلي، الاي اي ممكن يعمل اوله واحنا نكمل عليه.
بس لازم نبقى عارفين احنا في انهي وقت من التعلم بتاعنا وصلنا لانهي مستوى عشان نقدر نبتدي نستخدمه ونكمل عليه امتى. ففي حاجه من الحاجات اللي انا بتكلم عليها، بتكلم على الشفافيه هنا بطريقه مختلفه عن الدكتور حجازي كان بيتكلم عليه. الدكتور حجازي بيتكلم على الشفافيه انه احنا نعرف اصلا الاي اي ده اتعلم ازاي وبيطلع النتيجه بتاعته ازاي. انا بتكلم على لما هنيجي نستعمله في التعليم، الشفافيه في الكتابه والتقييم، ان لما طالب هيستعمل اي اي في الشغل بتاعه انا عايزاه يقول لي هو استعمله امتى وازاي وفين. زي ما احنا كنا قبل كده لو هتستعمل حاجه من على الانترنت او من مقال قريته في حته بتقول انت جبته منين، لما هتستعمل الاي اي لازم تقول انت جبته منين برضو، مع الفرق انه حاجتين. اول حاجه كون ان انا جبته من الاي اي مش معناه ان ده المصدر الاساسي بتاعه. هو الاي اي لان من حاجات كتير تانية في الانترنت، فده فكر حد تاني او ناس كتير تانيين، والاي اي لماها وجابها لي فهو في حد ذاته ما هوش مصدر، يعني ما هوش مصدر مسؤول. بس انا كمدرس عايز اعرف الطالب جابها منين، والطالب لازم يبقى واخد باله واعي هو جاب حاجه من حته ولا دي فكرته هو. دي حاجه اساسيه. حاجه تانية ان احنا التكنولوجيا بتاعت الديتكشن بتاعت الاي اي المكتوب سيئه جدا، سيئه لاقصى درجه. انا من ساعه ما نزلت وانا بقعد اجرب فيها، فانا مش مقدرش اعتمد عليها ابدا، لانها لو طالب حط حاجه في تشات جي بي تي وطلع منها حاجه وبعدين طلعها حطها في حاجه تانية اسمها كويل بوت بتستعمل اي اي برضو حطها تتعملها ديتكشن ما بتطلع زيرو. فمش عايز اروح سكه ان احنا عايزين نقفش الطلبه ونمسك مين اللي استخدم الاي اي. احنا عايزين نعلمهم ياخدوا بالهم هم استخدموه في ايه، وهل الحاجه دي ينفع تتاخد من الاي اي ولا هي مش دقيقه فما ينفعش استعملها. فكان في قبل ما اعمل ده كان في اليونسكو منزلين دوكيمنت كده عن استخدام الشات جي بي تي والاي اي، وكان بيقولوا اسال نفسك الاول هو اللي انا بعمله ده مهم ان يطلع معلومات حقيقيه؟ لو مش مهم يطلع معلومات حقيقيه، لو احنا بنحكي مع بعض او بنعمل حاجه يعني بسيطه مش مشكله استعمل الشات جي بي تي، انما لو مهم نطلع معلومات حقيقيه، هل انت عندك خبره ان انت تعرف اللي طالع ده صح ولا غلط؟ فانا كاستاذه في المجال بتاعي انا عارفه لو الشات جي بي تي طلع لي معلومه غلط. انا عارفه لما دكتور زهران بيقول هو اللي كان رئيس المؤتمر، لو طلعت له معلومه غلط هو عارف لان هو كان رئيس المؤتمر. انما لو حد مش خبير في الحاجه دي هيقدر، ولو هو خبير في الحاجه دي يقدر ياخد مسؤوليه زي ما قلنا هو المسؤول عن اللي هيطلع منه. فاغلبيه الوقت في حاجات معينه مش هينفع نعتمد على الاي اي فيها، وفي حاجات تانية هتقدر، بس لازم نبقى عارفين احنا كل واحد فينا هو معلوماته قد ايه وخبرته قد ايه عشان يقدر يعرف. فالطالب عادة مثلا في أول سنة جامعة ما عندوش خبرة عن حاجات كتير عشان يقدر يستعمل الـ AI ويبقى ضامن إن اللي هيطلع منه ده دقيق. فدي حاجة مهمة لازم نعلمها لهم. والبنت اللي عندها دلوقتي 11 سنة بعد استعملت الـ AI بحاجة بسيطة خدت بالها من الموضوع ده، قالت ده بيخرف في حاجات أنا لو عايزة حاجة مهمة هقدمها يعني لازم أبقى متأكدة من اللي أنا بقوله مش هستعمله في الحاجات دي. فهو المفروض إن الطلبة يتوصلوا للمعلومة دي يعني لوحده. عايز اسالكم حد جرب اللعبه اسمها كويك درا قبل كده؟ جوجل عاملاها. انا بستعمل اللعبه دي عشان اعلم الطلبه ازاي الاي اي بيتعلم. هي نوع معين من الاي اي اعتقد ان هو اسمه باترن ريكوجنيشن، بس برضو يعتبر يعني نوع من انواع النيورال نتوركس اللي هو بيجرب يتعلم معانا. فانا هلعبها بسرعه، عندنا وقت هلعبها بسرعه. دقيقتين في 2 مينيتس 2 مينيتس هعملها بسرعه. سيبها عربي بس وبعدين اوريكم. اوكي، ده كان جوجل بيحاول يتعلم البني ادمين بيرسموا ازاي. فهيكتب لي كلمه وهحاول ارسمها بسرعه. لوح تزلج، مش عارفه اعرف ارسمها ولا لا. هو بيحاول يعرف اكنه مش عارف انا بحاول ارسم ايه، بس انا هفوت دي لان انا مش عارفه ارسم. سيف، عايزني ارسم سيف. مش عاجبه الرسمه بتاعتي، معلش هو مش عارف الرسمه بتاعي النهارده. فراشه دي سهله. عارف ان دي فراشه، عايزني ارسم سياره.
كل ده هو ايه؟ هو مش عارف السيارة شكلها ايه، هو بيتعلم من الناس اللي بترسم الحاجات، وهوريكو دلوقتي بيتعلمها ازاي. سوريا يعني ايه؟ يعني نجفة يعني؟ نجفة عارفها والله. يعني ايه ندفة الثلج دي؟ يعني انا شخصيا يعني ما اعرفش. سنو فليك غالبا. هو بيترجم الانجليزي غالبا. عارفها بقى. يعني انا دلوقتي لما بنبص على هو طلع الحاجات دي ازاي، هو الفراشه، هو ما حدش علمه يعني ايه فراشه، بس هو بص على الناس التانيه رسمت الفراشه ازاي وحاول يطلع منها نمط كده يبين له الفراشه شكلها ازاي. مثلا نتفه التلج دي الناس رسمتها كده، فهو حس ان انا برسم في نفس المجال يعني فعرفها. بس السيف مثلا ما عجبوش الشكل اللي انا رسمته، هو كان عايز السيف يبقى شكله كده، هو شاف ان بتاعي شكله مختلف عن بتوعه، فهو بيتعلم بالطريقه دي. جوجل بقى خدت ده وعملت منه، اتعلمت من الطريقه دي، يعني الاي اي ده اتعلم بالطريقه دي، وبقى هو بقى عمل منه سوفت وير تاني اسمه اوتو درا. انا بقى واحده ما بعرفش ارسم كويس وعايزه اعمل حاجه، فهو يحاول يعرف انا برسم ايه ويقول لي اه انت عايزه فراشه، هعمل لك بقى فراشه حلوه. هو ده كده زي ما نقول ايه، زي لايف سايكل بتاع اي اي، اتعلم بالطريقه دي وطبقها بالطريقه دي، فيقدر الطالب يعرف هي الحاجات دي بتشتغل ازاي. فانا بستعمل بس عايزه اقول لكم ان انا بستعمل ده عشان كده، وفي شبه حاجات تانية بتعلمك ازاي الاي اي بيالف وجوه مش موجوده، فشوف انت تقدر تعرف الوجه الوش الحقيقي من الوش اللي معمول بالاي اي ولا لا. فبوري الطلبه الحاجات دي يقدروا يشوفوا الاي اي بيشتغل ازاي، يعني هي دي الفكره بتاعتي. وفي ناس عملوا قعدوا لموا مع بعض 101 فكرة إبداعية لاستخدام الـ AI في التعليم. فلو حد عايز اللينك جوه السلايدز فيش وقت أوريها لكم دلوقتي، بس أنا هشكركم. وبعدين احنا اتفقنا إن احنا هنقول إيه إدراك مش كده على الموضوع ده، ودي السلايدز لو حد عايز يبص عليها تاني. ومتشكرة جدا. شكرا جدا حضرتك. مسك الختام مع سلمى الغيطاني. انا مش هطول عشان عارفه ان البرزنتيشنز كلها كانت فيري ريتش وسريه جدا، انتوا اكيد تعبتوا. انا همشي بسرعه كده. زي ما دكتور زهران قال ان الذكاء الاصطناعي مش موضوع جديد، هو بيرجع لبعد الحرب العالميه الثانيه لما نشر كتاب في 87 question of artificial intelligence، ابتدينا نناقش الالات الذكيه وفكره تعلم الاله والماشين ليرنينج. وطبعا مع انتشار بقى الاي سي تي وفكره الانفورميشن سوسايتي اللي هي مجتمع المعلومات او مشتقاته بقى المجتمع الافتراضي، مجتمع الميتافيرس، مجتمع البيانات او المجتمع الدريفن باي البيانات، ابتدى قصه بقى البرامج زي محادثات البرامج المحادثه اللي هي الشات جي بي تي وغيرها اللي طلعت من 6-7-8 شهور للعامه لينا عشان نستخدمها، ابتدت تعمل تخوفات كتيره جوه مجال صناعه الصحافه والاعلام، مينلي علشان فكره ان احنا لو اعتمدنا عليها بشكل كبير هذا هيؤدي ان الصحفيين ممكن يخسروا وظائفهم او ما يعرفوش يقوموا بوظائفهم من غير استخدامها، فده يزود الفجوه الرقميه ما بين الصحفيين اللي عندهم القابليه ان هم يستخدموا الادوات دي والمنصات اللي ما عندهاش او وسائل الاعلام اللي ما عندهاش، زي ما دكتور مها اشارت لفكره الهافز اند هاف نوتس او الفجوه دي. طبعا في مجال الصحافه والاعلام لسه المؤسسات الاعلاميه عندها زي ما قلت تخوف من فكره الاستخدام في السياقات الافريقيه او العربيه، زي ما كان الاساتذه الافاضل بيقولوا ان في طبعا نقص في البيانات شكلها رقمي باللغه العربيه، في تحيز ان ما فيش داتابيزز كبيره نعلم بيها الادوات دي والبرمجيات دي باللغه العربيه، معتمده الشركات التكنولوجيه اللي بتطور البرامج دي معظمها في امريكا وفي اوروبا او في الغرب عموما، فما بتعتمدش على داتابيز باللغه العربيه غير منقوص او كامل، لان احنا عندنا فكره ان في ممكن معلومات اصلا تبقى مش موجوده بشكل رقمي لحد دلوقتي في كتير من الدول في المنطقه دي، فده بيزود المخاوف على فكره الثقه ان انا ممكن اثق في النتائج اللي طالعه من استخدامات الاي اي لو هي اصلا الداتا بيز اللي هي معتمد عليها منقوصه او مش كامله. طبعا بالاشاره ده بارد بتاع جوجل اطلق النسخه العربيه قريب، فنقدر ان احنا نستخدمه بان احنا نعمل
صياغه الاوامر او البرومبت البرومبتنج يعني بالعربي، فدي حاجه كويسه. المؤسسات العالمية الأصغر اللي ما عندهاش الموارد المالية الكبيرة زي الوكالات الأنباء الكبيرة أو الصحف الكبيرة بتعتمد على الـ AI مينلي أدوات مفتوحة المصدر اللي هي موجودة على الإنترنت اللي كلنا ممكن نقدر نخش نستخدمها أو الأدوات المجانية. مؤسسات عالمية قليلة اللي عندها القدرات المالية والتقنية إن هي تطور حلول لاستخدامات الـ AI داخل الغرف نفسها علشان تناسب احتياجاتها هي. فاللي بيحصل ان احنا بيستخدموا الصحفيين مصادر مفتوحه لبرامج AI لتحرير المحتوى، لتحرير فيديو، لتحرير لنقل لتحويل صوت لصوره، صوره قصدي التكست لصوره and so on. معظم انظمه الذكاء الاصطناعي اللي بتستخدم في المنصات الاعلاميه دي بيبقى اللي هي اسمها ذكاء اصطناعي وظيفي functional، ان انا ازاي اجمع محتوى، اجمع الاخبار، اشوف الناس بتتكلم عن ايه، وابتدي ان انا اكون فكره للقصه دي، اكتب اعمل سامري، اعمل ملخصات للقصص والمقالات المكتوبه، ابتدي اجمعها، اعمل باترن، الاقي نماذج، اقيس تفاعل الجمهور بيتفاعل مع القصه دي ازاي، الجمهور عايز القصه دي اكتر او عايز النوع ده من القصص اكتر، فابتدي ادي له القصص دي اكتر انا كمنصه اعلاميه. طبعا ده مؤشر جاهزية الحكومات واستعدادها للتكنولوجيا واستخدامها للـ AI على المستوى العربي. الإمارات كانت المركز الأول في آخر 22، والسعودية يليها السعودية والكويت، مصر لسه شوية متأخرة في الموضوع ده. بشكل مختصر جدا منصات الإعلامية بتبتدي انها تتبنى التقنيات الذكاء الاصطناعي عشان تساعد الصحفيين ان هم يشتغلوا بشكل اكثر كفاءة. الفكرة ان انا الحاجات اللي ممكن الـ AI يعملها لي ويوفر لي وقت ان انا كصحفي اعرف اكتب القصة بتاعتي او اعمل التحقيق بتاعي او اعمل الستوري بتاعتي وافضل امشي ورا المصدر واعمل القصة بشكل صحفي في جودة عالية، لو انا عرفت ادي الوظائف اللي هي البسيطه للاي اي ده هيوفر لي الوقت، خصوصا ان معظم المؤسسات العالميه بتبقى اوريدي عندها نقص في العماله، عندها نقص في الموارد وغيرها، يعني دي مشكله عامه عالميه. فكره ان انا ممكن استخدم الاي اي عشان اعرف المستخدمين او الجمهور بتاعي والقراء عايزين ايه اكتر، فابتدي اعمل لهم المحتوى اللي هم عايزينه. وده طبعا ممكن بيؤدي لمشكله تانية، فكره التحيز، انه ابتدي الاقي ستوريز من نوع معين وقصص من نوع معين وغيرها مهمش او مش مسلط الضوء عليه بالشكل الكافي، لان ده اللي الجمهور عايز يشوفه. الناس بتتكلم عن فكره ان الصحافه ممكن تبتدي تفقد جزء من شغلها ان هي تعلم او تنور عقليه القراء او المتابعين او تديهم المعلومه، بان انا ابتدي اديهم اللي هم عايزين يشوفوه عشان ده هيخليهم يزوروا الموقع بتاعي اكتر او الصفحه على وسائل التواصل بتاعتي اكتر ويقعدوا عليها وقت اطول، فده يحقق لي مكسب مادي اكتر. والموديل ده كله يعني في ثلاث مجالات عامه للاي اي جوه المؤسسات العالميه، والثلاث مجالات دول يعني بالفعل بيحصل فيهم زي اندماج ودمج بسبب فكره المنصات الرقميه او الديجيتال ميديا والسوشيال ميديا وغيرها، فكره جمع الاخبار النيوز جاذرنج والانتاج الاخبار البرودكشن والديستريبيوشن توزيع الاخبار دي باشكالها مختلفه على الجمهور. والاي اي له استخدامات كتيره في كل شق من الشقوق دي، ده غير ان هو بيساعد ان احنا نعمل دمج للثلاث اتجاهات دول مع بعض، فده ممكن يحسن كفاءه المنصه وتبتدي تعتمد على عدد اشخاص اقل او موارد اقل. طبعا اكيد شفتوا فكره مذيع الاخبار او النيوز انكر اللي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الكويت طورت فضة، هي أول مقدمة أخبار افتراضية، هي اللي في الصورة دي أعلنوا عنها، ابتكار بتاعت معهد الجزيرة الإعلام، معرفش شفتوها ممكن لازم أعمل ستوب شير عشان اتمنى انه النت يبقى سريع.
عشان دكتور ما هتبقى شايفه معانا. بطيء هسكيب. طيب خلاص خلينا نرجع تاني. دي صح دي. سوري. اوكي. في صناعات الاتصال او الترفيه كنت برضو عايز افرجكم الفيديو ده بس ممكن الانترنت ما يساعدناش. ان شركه مارفل التابعه لديزني عملت اول تتر افتتاحي اللي هو الاوبننج برومو بتاع المسلسل الجديد بتاع مجموعه مارفل اسمه سيكريت انفيجن في سامويل ال جاكسون لو تحبوه. ده تم تطويره بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام الاي اي. الموسيقى بس هي اللي كان عاملها مؤلف بشري وحطوا الموسيقى على البرومو ده. الفيدباك بتاع الناس من البرومو ده كانت متفاوته جدا. الناس قالوا شركه زي مارفل عندها الموارد الماليه الكافيه ان هي تعين احسن الجرافيك ديزاينرز عشان يشتغلوا على برومو زي ده. ليه ممكن يعملوا حاجه زي كده وزي يسترخصوا ويخلوا الاي اي هو اللي يعمل البرومو؟ بس دي كانت زي رساله منهم. طبعا ده جه في وقت هوليوود نفسها عندها احتجاجات كبيره على فكره المخاوف من استخدامات الاي اي جوه صناعه الافلام في هوليوود وفكره ان المؤلفين وغيرهم عندهم مخاوف تخوفات ان الاي اي ياخد مكانهم. طبعا شفتوا ام كلثوم وهي بتغني اغاني عمرو مصطفى وعمرو دياب بيغني اغاني مش عارفه مين. كل ده اتعمل يعني بشكل مبسط واللذيذ ان ممكن اي حد فينا يخش على برامج مفتوحه المصدر ويعرف بشوية تدريب كده يعرف يعمل حاجات زي دي. صناعة الإعلانات داخل فيها الـ AI بقوة. في وكالة إعلانات كبيرة اسمها WBB أعلنت إن هي هتعمل أول إعلان مصنوع بالكامل من الـ AI from A to Z. وده طبعا برضو أجان خلى العاملين وقائمين في مجال الإعلان هم يبقوا مستقين من فكرة إنه ممكن يتم استبدالهم في وقت قريب جدا. الاستخدامات الذكاء الاصطناعي جوه المؤسسات العالميه كتيره. الفرص اللي ممكن يتم استخدامها كتيره والهدف منها مفروض ان هو يكون المساعده وليس الاستبدال. ولكن اوريدي مثلا صحيفه زي بيلد الالمانيه ودي اكبر اعلى صحيفه بتاعت اكسل سبرينجر في اعلى صحيفه مبيعا في مبيعات في اوروبا سرحت 200 موظف من عندها علشان هتعتمد على برامج الاتمته والذكاء الاصطناعي. فأوريدي الاستبدال ابتدى شوية بس يعني الـ 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 الناس النظرة المستقبلية ان ده مش هيتم بشكل يعني كبير في المجال ده لان المجال ده بيعتمد بشكل اساسي على كتابة الاخبار من الصحفيين نفسهم. والحلو في الموضوع ان الذكاء الاصطناعي عشان هو معتمد على داتابيز هو بيتعلم منها فهو ما يقدرش يكتب قصة متطورة عن حدث بيحصل لو ما حدش كتب عنه هو مش هيعرف عنه حاجة. ف ده بيدي على طول ادفانتج او ميزه للصحفي البشري في موقع الحدث ان هو يكتب القصه ويدخل معلوماتها وبعدين الذكاء الاصطناعي ممكن يقوم بشغله يعني. طبعا ممكن يستخدم في فكره التدقيق والتحقق من المعلومات ودي هنتكلم عنها زي برضو ما الاساتذه اتكلموا عن فكره انه بيعمل غلطات كتيره مش على طول بيعرف يتحقق من المعلومات لانه عشان يعمل ده محتاج يبقى عنده اكسس على الداتابيزز العالم كله عشان يتحقق ان المعلومه دي صح. وهو طبعا ده مش حاصل وما عندوش اكسس على داتابيزز العالم كله ففكره انه استخدمه عشان اتحقق معلومات للمساوئ بتاعته. فكره ترشيحات القراء اللي هو الريكومنديشن باترنز او ريكومنديشن سيستمز لما اخش على يوتيوب على مثلا او على اي خلينا في المنصات الاعلاميه يبتدي ان انا لما اخش على الويب سايت او على السوشيال ميديا بلاتفورم بتاعت المنصة دي أو المؤسسة دي أبتدي أشوف كونتنت أنا عايز أشوفه. أنا بحب أتفرج على الكونتنت الخاص بالسبورتس مثلا والكورة أبتدي أشوف على طول المحتوى الخاص بده. ترشيحات القراء فكرة اليوزر اكسبيرينس أو تجارب الاستخدام. أدوات تحليل المحتوى فكرة الأناليتكس بتاعت إيه اللي شغال إيه اللي ماشي إيه اللي ترندنج إيه اللي فيرل يبتدي يعمل لي باترن ابتدي اعرف منها الناس بتتكلم عن ايه التطورات بتاعه الموضوع ده ايه بشكل كبير انه عنده اكسس لقدر كبير من الداتا في وقت واحد. انا كصحفي واحد ممكن ما يبقاش عندي الوقت الكافي ان انا ابص على كل المصادر بس الاي اي عنده القدره دي فممكن يساعدني.
طبعا فكره ان هو ممكن يساعدني في تحرير التكست التدقيق اللغوي، فكره الترجمه من لغه للغه دي بتتم استخدامها كتير قوي، ولكن طبعا زي ما نوهنا قبل كده لازم مراجعات على طول. في خبراء بيقولوا ان الاي اي استخداماته في المؤسسات الاعلاميه هيؤدي لزياده الوقت المستخدم من الصحفي في كتابه قصه، لانه بدل ما هيكتب القصه من زيرو من سكراتش زي ما بيقولوا باستخدام مهاراته والمصادر بتاعته، هيدي المهمه دي للبرنامج الذكاء الاصطناعي اللي هيضطر بعد كده يروح يراجع على شغله معلومه معلومه ويدقق فيها، فممكن ينتهي بيه الامر ان هو بيسبند وقت اطول يعني. طبعا برامج تحرير الفيديو، ان دلوقتي ممكن ان ادي البرنامج الذكاء الاصطناعي فيديو ممكن يحسنني من كواليتي بتاعته، ممكن يعمل لي اديتنج بشويه برضو صياغه اوامر بسيطه، ممكن هو يعمل تخليق لفيديو، لان ممكن الذكاء الاصطناعي التوليدي يخلق لي مش بس تكست، طبعا ممكن يخلق لي صوره، ممكن مقطع صوت، ممكن حتى فيديو، كل ده باستخدام صياغة أوامر بسيطة. كنت عايزة برضو أفرقوا الفيديو ده، خليني أجرب عشان أفرقوا قد إيه الموضوع سهل. ده على سينثيزيا، وده برنامج يعني عنده ممكن تشتركوا فيه في تجارب مجانية، وممكن اشتراك بفلوس يعني. بيعمل فكرة اللي هو النيوز انكر شوت، يعني ان هو الشخص بيتكلم بيدي الاخبار او بيقول الاخبار، بس طبعا برضو غالبا ما هو باين. طيب هو هنك خالص زعل مني جدا. ده الابلكيشن برضو اللي كشفوا بيه موضوع ايه ده؟ ده الابلكيشن اللي كشفوا بيه التيك توك اللي كان معمول برضو بتاع توم كروز. مين اللي قال؟ برافو، ده عندك كام سنة؟ انت متابع قوي على فكرة. 15 سنة ما شاء الله عليك. في كمان مقطع بهاء سلطان وكيانو ريفز اللي لسه طالع من كام يوم. لما كان مركبين وشه زي ما كان غام. على فكرة الدياجرام ده بتاع الـ AI يفيد put an R. R؟ yeah. هنا؟ هنا؟ ماشي. هو أنا actually عاملاه، بس هو واخداه من سورس إنجلش وترجمة والـ AI دي حاجة اللي قلت لي أزودها هنا. هو it is original يعتبر. معلش هو الإنترنت بعافية شوية. طيب. برامج الـ AI ممكن تساعد الصحف أو المؤسسات الصحفية إن هي تعمل نشرات اللي هو النيوزلتر اللي بيطلع دلوقتي، في زي هوجة على إن احنا نرجع لفكرة الإيميل، استخدامات الإيميل للقراء أو الأودينس يعني. فالصحيفة ARL Now دي طالعة عن ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة، عملت أول نيوزلتر تم تخليقه بالكامل باستخدام الـ AI. هو اللي كتب الاوبننج بتاع الكلمه الافتتاحيه بتاعه النشره دي، وهو اللي عمل تلخيصات وملخصات للستوريز، وهو اللي حط الصور، هو اللي ظبط كل حاجه في النيوزلتر ده. فده ممكن يعمل ان احنا يعني يوفر الوقت للصحفيين، هم بيكتبوا القصص وبعدين بيدوها للاي اي يلخصها ويطلعها باشكال وفورماتس مختلفه تناسب كذا منصه او كذا وسيله تواصل او غيرها. المضحك ان في نفس الصحيفه دي كانوا بيعتمدوا على الأتمتة ان هم يطلعوا زي بودكاست او سامري ملخصات صوتيه كده للقصص. برنامج الذكاء الاصطناعي اللي كان مفروض يعمل ده حصل فيه زي عطله او بج او حاجه، فابتدى ان هو يختلق قصص وهيدلاينز يقولها، ولما القائمين على الصحيفه دي شافوا الموضوع لقوا انه الموضوع مقنع جدا، يعني القراء كان ممكن عادي جدا يصدقوا ان الاخبار دي حصلت. وهو ده كان جزء من اللي احنا بنقول عليه hallucinations of AI او هلوسات او تخاريف الـ AI زي ما الدكتور مها قال. فزي ما قلنا ان هو الفوائد بتاعته ان هو ممكن يوفر الوقت والجهد، بس ده بيتطلب وقت وجهد ومكان تاني، فكرة ان انا اراجع وراه اول باول اللي هو بيطلعه. وفي سؤال لدكتور حجازي، اشكر الناس قدمت لحضرتك سؤال، انا كمان عندي سؤال.
ان فكره وحي تطرقت اليه ان لو الذكاء الاصطناعي هيكتب خبر او هيكتب قصه مين اللي المفروض يبقى ليه الباي لاين او مين صاحب القصه دي مين اللي اسمه يتحط على المقال ده صاحب البرنامج الذكاء الاصطناعي الاي اي نفسه ولا المحرر اللي راجعه ولا مين بالظبط هذا برضه سؤال ايوه صح مصادر القلق اللي الناس كلها بتتكلم فيها فكره انتشار الاخبار المزيفه او التضليل لانه اولا ممكن المستخدمين يستخدموا حلول الاي اي علشان يعملوا مس انفورميشن اخبار مزيفه اخبار مضلله وده هنا تحت الاكزامبل بتاع ترامب لما عمل شير على تويتر بتاعه لمقطع معمول بالديب فيك لاندرسون كوبر بتاع سي ان ان وهو بيقول الفاظ بذيئه وبيشتم في التاون هول ميتنج اللي اتعمل ليه وكده علشان يقول ان سي ان ان يعني كانت معترضه يعني كان في بينهم مشاكل ما بين ترامب وسي ان ان فالمقطع ده كله معمول بالاي اي وترامب ذات نفسه اللي هو له طبعا ملايين من الفولورز والمحبين والمريدين شافوا المقطع ده اكوردنج لفك وفقا لشركه ديب ميديا في نص مليون مقطع مزيف هيتم نشره في العام ده فقط عدد مقاطع الفيديو المزيفة المنشورة زادت 3 مرات مقاطع الصوت المزيفة زادت 8 مرات ولسه نحن يعني لسه الموضوع هيزيد أكتر فده بيخلي فكرة أنه مش لازم عشان شفت صورة يبقى أنا كده الخبر تحققت منه مش لازم عشان شفت فيديو دلوقتي هيبقى الخبر تحققت منه لأنه مع تعلم الآلة زي ما دكتور زهران قال هنوصل مرحلة أن حتى الآلة مش تعرف تتعرف إذا كان الفيديو ده معمول بتقنية الديب فيك ولا لا المصدر قلق التاني اللي أنا نوهت عنه فكرة إن هو الاي اي ممكن يستخدم في التحكم في نوع القصص اللي بشوفها والأنجل بتاع القصة أنا بشوفها على حساب قصص تانية ممكن تبقى أكثر أهمية أو أكثر يعني وقتية لينا يعني التحديات الرئيسية بقى التشالنجز اللي ممكن بتقابل استخدامات الاي اي جوه غرف الأخبار فكرة طبعا نقص الموارد المالية دي تعتبر أكبر شيء أو أن حتى الموارد المالية المحدودة اللي عند أي منصة أو مؤسسة إخبارية ممكن تبقاش عايزة تستغلها في الـ AI من تخوفات من داخل الإدارة والعاملين أو القائمين على فكرة أن الـ AI ده ممكن يستبدل الإنسان أو في بيبقى ساعات خوف من السمعة أن لو الـ AI ده طلع معلومات مغلوطة أو منقوصة كتير ممكن ده يضر سمعتي نقص المهارات المتعلقة مش كل الناس عندها الاكسس للسكيلز بتاعت الاي اي والاي اي ليتريسي اللي دكتور مها كلمتنا عنها طبعا في مخاوف مصحوبه فكره ان انا هفقد وظيفتي شغلانتي مش هتبقى ريليفنت مش هيبقى ليا لازمه فده بيعمل على طول ريزيستنس كده في انه مش اي مؤسسه عالميه عايزه انها تطبق الاي اي في طبعا قضايا بقى بتبقى داخليه جدا هيكله الموضوع نقص الاستراتيجي ان ما فيش اصلا استراتيجيه لاستخدام الذكاء الاصطناعي جوه الاداره ومن اجل مواجهه التحديات دي كنت كاتبه فكره التدريب او التعليم او التربيه الاعلاميه او الادراك احنا تالي كان الاتفاع على كلمه ادراك الاي اي ليتريسي داخل غرف الاخبار وفكرة ان احنا نوظف اشخاص عندهم المهارات اللازمة دلوقتي بقى في جوه غرف الاخبار دعوة لفكرة ان مش لازم الغرفة الاخبار يبقى فيها بس صحفيين ومحررين لازم يبقى فيها خبراء اي تي وتكنولوجيا وبيشتغلوا مع بعض علشان يطوروا الحلول دي اعداد الاستراتيجية عشان المؤسسات الاخبارية والعالمية تعتمد الاي اي داخل الغرف الاخبار لازم ان هي اولا نشوف هي واقفة فين ونتعرف هي ناقصها ايه وده كان برضو دكتور مهنا وهيت عنه فكره ان انا اقيم انا محتاج الاي اي في ايه انا محتاج اي اي في النيوز جاذرينج في جمع الداتا والبيانات ولا في البرودكشن في الانتاج ولا في التوزيع وايه اللي انا ايه الحلول اللي انا محتاجها محتاج حلول معموله علشان المؤسسه دي وكاستمايز ليا ولا محتاج حلول ممكن اشتري حلول من شركات غربيه وابتدي ان انا اوفقها لاستخداماتي وغيرها يعني واهم حاجه انا شايفاها هي فكره لازم اراجع الاداء بتاع استخدامات الاي اي يعني ما ينفعش اجيب ادوات وامشي مع الترند والناس كلها دلوقتي بتستخدم تشات جي بي تي او غيره من حلول الذكاء الاصطناعي فانا هستخدمها من غير ما اقيس الريتيرن اوف انفستمنت عاد الاستثمار عليا ده هيعود عليا ازاي بالنفع كمؤسسه اخباريه
تعليم الاعلام زي برضو ما الاساتذه نوهوا ان في كليات في فكره الاي اي موجوده في كليات مينلي كمبيوتر ساينس وغيرها، بس ما فيش تركيز على كليات الصحافه والاعلام او الاي اي من منظور الصحافه والاعلام، ده مش موجود قوي. بيتم النظر لفكره الاي اي ان هو مجال جديد زي مثلا الموبايل جورناليزم الداتا جورناليزم الترندز الجديده اللي طالعه في النيو ميديا بيحطوا معاها الاي اي، انما ما فيش لسه تركيز كبير على فكره الاي اي. احنا عملنا من شهرين كده بحث الجامعه الامريكيه، كنت انا ودكتور حسين امين ودكتور رشا علام استاذ عمرو العراقي، عشان نقيس زي مستويات وعي وثقه العاملين في المؤسسات الاخباريه المصريه عن تقنيات الاي اي وايه مدى امكانيه توظيفها في الوظائف اليوميه الصحفيه والتحديات اللي هما بيشوفوا ان هي ممكن تبقى موجوده. يعني زي كنا بنقيس كده وضع حاله ستاتس كو موجود في الوضع الواقع المصري دلوقتي. وبعض الحاجات اللي تم ملاحظتها ان معظم الادوات اللي بيتم استخدامها اذا كان بيتم استخدام اي ادوات هي اجتهادات شخصيه من الصحفيين نفسهم، ما فيش استراتيجيه كبيره وضعها المؤسسات الاعلاميه سواء كبيرة أو حتى غرف الأخبار الصغيرة أو المنصات الصغيرة، ما فيش فكرة إن أنا قعدت عملت اجتماع عملت استراتيجية، هي مجرد أدوات ودي examples منها هنا ممكن الصحفي بيستخدمها عشان تساعده في تحرير المقاطع الفيديو في تحرير في تدقيق اللغوي تراجع وراه تعمل تلخيص تعمل مثلا يدخل فيديو يحسن من الكواليتي بتاعته وغيرها، يعني كلها حلول كده أد هوك يعني ما فيش استراتيجي بالمعنى. طبعا كان في اجابه بالنفي لما سالناهم اذا كانوا اخذوا اي تدريب متعلق باستخدامات الاي اي، معظم اللي ردوا على الاستبيان قالوا لا، فده طبعا بيخلق ان في احتياج للتدريب المستمر داخل غرف الاخبار دي على استخدامات حلول الاي اي. لما حاولت ابص كده الوضع السين في مصر الناس بتستخدم ايه لقيت ان يعني مش ما فيش استخدامات كبيره قوي للاي اي لسه في الواقع الاعلامي المصري. قناه تان من كام يوم اعلنت ان هي هتعمل وحده للذكاء الاصطناعي وحده فيديو بتستخدم الاي اي، بس مش واضح قوي لسه اي تفاصيل ما تمش الاعلان عنها. حضرتك عندك سؤال متهيألي بعد منصه القاهره 24 اعلنت من سنه تقريبا ان هي تبتدي تستخدم خواص الذكاء الاصطناعي واستخدمت الفيديو ده اللي هو تقريبا نفس الست اللي انا كنت هفرجه بتقول كلام انا قايله لها تقوله على سينثيزيا البرنامج اللي قلت لكم عليه، بس برضو مش شايفين قوي اي دلالات لاستخدام الاي اي من المنصه. احنا كمتلقي للاخبار مش شايفين لسه اي حاجه. يعني المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ده تابع لوزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات عمل ميثاق مصري للذكاء الاصطناعي في 2023 لسه السنه دي، مبني على خمس مبادئ دكتور حكازي نوه عنها. انا يعني لقيت ان في زي مبدئين كده ممكن يبقى ليهم علاقه بمهنه الصحافه والاعلام. واحد له علاقه بمبدا الشفافيه ان اي مستخدم نهائي له الحق في معرفه متى يتفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي وليس مع انسان، ومن هنا بقول ان لازم وسائل الاعلام تبقى عندها الترانسبيرنسي الشفافيه انها تبقى منفتحه وواضحه مع جمهورها لما تستخدم حلول الذكاء الاصطناعي تعلن عن ده وبشكل معروف عشان المتلقي يبقى عارف اللي هو بيقراه او بيشوفه او بيسمعه معمول من بني ادم ولا معمول من اي اي. تاني مبدا المساءله والاكاونتبيليتي، فكره ان كل دوره حياه النظام الذكاء الاصطناعي لازم تبقى بتخضع لقوانين جمهوريه مصر العربيه من قوانين حمايه المستهلك وحمايه البيانات، فده طبعا بيخلي ان لازم يبقى في قواعد وحدود لاستخدام الاي اي في غرف الاخبار مما لا يتعارض او ينتهك خصوصيات الجمهور او بياناتهم او غيرها. اخر حاجه ان المحتوى الصحفي الجيد لازم هيعتمد على فكره كتابه التقارير الاصليه وجمع الاخبار الاصليه، مش بس ان انا ادور على الانترنت which is اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي التوليدي دلوقتي ان هو بيجيب معلومات اوريدي موجوده على الانترنت. فالصحافة الجيدة لسه بتعمل ستاب أعلى من كده بكتير، لازم أكتسب المصدر وأعمل مقابلات وأكتب ملاحظات وأعمل تطورات للقصة. فالموضوع يعني الصحافة الجيدة مش ما ظنش أنها عمرها تعتمد على الذكاء الاصطناعي from A to Z أن الإنسان هيطلع منها تماما. لازم يبقى في تنسيق جهود وتعاون ما بين المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اللي اتكلمنا عنه بشكل مختصر، ان هم يحطوا مقترح كده لينظموا عمليه عمل الاي اي جوه المنظومات الاعلاميه بشكل يحقق الثقه والمصداقيه والشفافيه اللي اتكلمنا عنها. لازم نخلي تقنيات الذكاء الاصطناعي جوه نيوز رومز وسائل مساعده، ما نخافش منها، ما نقولش انا مش هستخدمها عشان هتستبدلني، ويبقى في خلق كده ثقافه عامه ان دلوقتي احنا في عصر الديستراست او اللاك اوف تراست، على عدم الثقه في اي وسائل اعلاميه، فلازم عشان نرجع ده يبقى في شفافيه كامله. واخر حاجه ان ما اظنش ان بعد وقت قليل من دلوقتي هيبقى في اي منصه عندها الاوبشن ان هي تقول ان انا مش هعتمد على الذكاء الاصطناعي، وان كان في ناس بتقول ان الخبراء بيقولوا ان بعد كده ده هيبقى نيش ماركت، ان المنصه بتاعتي عندها محتوى معمول فقط من البني ادمين، فتعالوا لي يا جماعه لو عايزين تقروا ريل هيومن ستوريز تعالوا لي انا للمنصه بتاعتي، ده هيبقى سيلينج بوينت بعد كده ان المنصه بتاعتي مش ماشيه مع الترند يعني. بس شكرا، سوري طولت عليكم. يعني احنا عارفين ان احنا طولنا، بس هو الموضوع محتاج. احنا هناخد سؤالين او ثلاثه. طيب ابراهيم وحضرتك واستاذ اشرف في سؤال. طيب ابراهيم اتفضل. يعني بشكر حضراتكم جميعا على المعلومات الثريه. تمام، عندي سؤالين للاستاذه سلمى بخصوص برامج الفيديو ايديتنج. حضرتك بتقولي ان ممكن اصبح اسهل انك تدي محتويات للبرامج دي وهي تعمل ايديتنج عليها من اي تو زد، يعني هل مثلا ممكن اديلها المحتوى كامل انسرتات وكله وهي تشتغل عليه بشكل كامل، ولا برضو هحتاج ان انا اشرف؟ لان كان في حاجات بتاخد وقت شويه، زي مثلا كمان انك تستخدم كروما وانك تعزلها، الحاجات دي كانت بتاخد وقت. هل الحاجات دي بقت اسهل؟ السؤال الاخر بخصوص انك القنوات لما بتعمل شخصيات من الخيال تبقى مذيعين ذكاء صناعي. طيب دي شخصيات من الخيال، هل مثلا ممكن انا اصنع، يعني انا مثلا كونتنت كرييتور مذيع، ممكن ان انا اصنع شخصيه بحد حقيقي مثلا واشتغل عليها بالذكاء الاصطناعي وتقدم لي محتوى تحس ان هو محتوى طبيعي، ولا هي شخصيات من الخيال بس اللي ممكن نصنعها؟ طيب اجابه لسؤالك الثاني، كان في كوريا متهيألي الجنوبيه مثال لده، المذيعه اخبار مشهوره جدا عندهم، عملوا منها فيرجن معمول من الاي اي بتدي يعني حتى هي طلعت وجابوا الفيرجن بتاعها جنبها انه يعني بصوا يا جماعه وكده، وكانت بتقرا الاخبار، فده موجود. يعني ممكن ان انا اخلي الاي اي يعمل شكل الناس اللي انا عايزها. لو انت شفت حلقه عمرو اديب لما كان جايب الشخص اللي عمل على تيك توك اغنيه لعمرو دياب، عملها، شفتوها انتوا، عملها من الاي اي انتايرلي، والاي اي طلع لوحده الصوت بتاع الاغنيه، اغنيه مكتوبه ملحنه ومتغنيه بالاي اي، الصوت اللي طلع كان صوت عمرو دياب من غير ما هو يقول له ده، لانه هو تعرف ان ده باترن تقريبا عمرو دياب من الناس المشهوره، فهو عمل ده لوحده. فممكن طبعا الاي اي يطلع نماذج لناس موجوده اوريدي، بس ده صوت، انا الكلام صوت وصوره. والفيديو كان الاكزامبل بتاع كوريا ده بيقول ان ده ممكن طبعا. بالنسبه للسؤال الاولاني بتاع تحرير الفيديو الاديتنج، انا كنت بصيت على كام بروجرام كده عشان كنت عايز اتكلم عنهم، بس طبعا مفيش وقت. في برنامج اسمه ديسكريبت، وفي برنامج اسمه طبعا ادوبي بريمير بيعمل الكلام ده، لانه دخل تول اي اي معايا دلوقتي. في برنامج اسمه هي النسخ الجديده ولا نسخه معينه؟ اللي انا اعرفه ان ادوبي بريمير برو لو انت مشترك فيه ممكن بيبقى فيه جادجت للاي اي جواه بتساعدك ان انت تدي له برومبتس ويبتدي يخلق لك او يعمل تخليق للفيديوهات دي. وديسكريبت ده بيعمل تحرير للفيديو، انت بتدخل له الرو فوتج، الفوتج ويبتدي هو يقطع فيه ويعمل يعني الكروما والحاجات دي بقت اسهل. بالظبط. الكروما دلوقتي في ناس ما بتعتمد، يعني في منصات بتعتمدش اصلا على الكروما، الا الافاتار، فيلم افاتار اللي طلع قريب اخر فيرجن ده مش معمول بكروما خالص، ده معمول كله بالاي اي. ف تمام، شكرا. انا دلوقتي عندي سؤال لدكتور حسين امين. بس انا في مدرسه الاقبال القوميه، عندي سؤال لدكتور حسين امين. حضرتك عضو مؤسس في شركه ويب، يعني ممكن ايه اللي يخلي السيرفرات انها تبقى قويه انها ما تتهكرش، او الانترنت بتاعك ما يتهكرش؟ حضرتك في كذا، يعني الفتره دي في كذا شبكات انترنت بتتهكر.
فاحنا ازاي نمنعوا الحاجات دي من شركه وي نفسها؟ لا في عندنا سكيورتي سيستمز سكيورتي سيستم في عندنا ناس علماء في مجال السكيورتي ومنهم ناس اصدقائي جدا يعني بيشتغلوا على مساله التهكير فبيحصل في اختراقات برضو كأي نظام تاني زي ما بقول لك الهواء مش كله نظيف وبتاع بيحصل ان في هاكرز بتقدر انها تحصل فيها بنتريشن بيحصل في البيت الابيض نفسه بيحصل في وزاره الستيت ديبارتمنت وبيحصل في المانيا يعني في ناس بتقدر ليه تقترب فالسيستمز اللي موجوده في شركه وي سيستمز قويه ما هيش ضعيفه بس لازم تعرف ان شركه وي يعني دخلت السبق بتاع الموبايل بعد 17 سنه فانت لو اديتك 17 سنه عشان تسبقني بحاول انا الحق فحصل فيها مجهودات كبيره جدا واصلا هي محطوطه على اساس ان هي ديتا ما هياش فويس فويس دلوقتي الواحد عنده ابس يستخدم الفويس لكن الشركه المصريه اتصالات بقى عندها فويس عندها سنترالات انما وي دخلت في مجالات جديده والمجالات الجديده بتاعتها عشان تبقى خدمه متكامله وشامله والخدمه المتكامله الشامله عايزه انظمه سكيورتي اقوى واشمل وبالتالي في الجزئيه ديت في مجموعه منطقه الحقيقه من الناس المتخصصين في السكيورتي سيستمز وبيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يقدموا خدمه متميزة. احنا في من سنة 2018 لغاية النهاردة يعني في 17 أو 18 مليون مشترك. وانا قبل ما اجي لكم هنا وقفت على شركة وي عشان كان عندهم مشكلة صغيرة في ستانلي وان شاء الله في سبيلها الحل على طول كده يعني انا مش ما يعني المسائل دي ما بتاخدش وقت. انما الجزئية اللي جاية بعد كده ان احنا في عشان ما نخرجش بره موضوع الارتفيشال انتليجنس يعني برضه في الشركات بندرس موضوع الارتفيشال انتليجنس مهمه بالنسبه لنا جدا مساله الارتفيشال انتليجنس في الشركات مش بس في وي وفودافون وفي اورنج يعني كل الناس بتحاول في شركات التليكوم بالذات ان هي تعمل اقصى استفاده من موضوع الارتفيشال انتليجنس. معلش عندي سؤال كمان لدكتور محمد زهران. حضرتك في الاول قلت ان احنا عايزين نوصله ان الماشين تبقى في نفس مستوى تفكير البني ادم. ده ممكن ما يحصلش غير بعد مثلا نص قرن جاي قرن جاي لان الماشين عمرها ما توصل لنص او لكل عقل الانسان. عشان حضرتك زي الحاجه اللي ربنا خلقها الماشين عمرها ما تكون زي الدماغ بتاع الانسان او فكر الانسان. فدلوقتي حضرتك بتقول ان مهنة الطب دي لابد منها انها تبقى ممكن تبقى بالآلة بس ما يتدخلش في تشخيص ولا في اي عمليات جراحية. ممكن يبقى مثلا اسيستنت للدكتور يقيس درجة الحرارة فقط. انما ان الماشين توصل لنفس لدرجة الانسان ولدرجة عقل الانسان ده مستحيل طبعا ولو بعد قرن. طيب وانا ما قلتش انه الاي اي هيوصل لدرجه ذكاء الانسان. انا قلت ان احنا بصوا على المخ البشري واستقوا منه حاجه عملوا منها انظمه الماشين ليرنينج. مش عايزين نعمل ريبليكيشن للمخ البشري. اولا مش في قدرتنا دلوقتي. تاني حاجه احنا مش عايزين كده. ليه مش عايزين كده؟ انت لما تفكر تفكير البشري المخ البشري انت بتنسى. انت مش عايز تعمل نظام ذكاء صناعي بينسى. انت بتفتكر الحاجات بالتقريب. انت مش عايز حاجه تعمل الحاجات دي بالتقريب. فانت لازم تبقى عارف ايه اللي انت عايز تاخده من الكاركترستكس بتاعه المخ البشري عشان تعملها عن الآلة. القدرات البشريه بتعتمد على ثقافات عماله تيجي اصلا الدي ان اي من الجدود وجدود وجدود بتراكمات وفي نفس الوقت ثقافتك انت وانت بتتحرك في الدنيا دي عمال تجمع ثقافات تمام. فانت مش بس مجرد ذكاء انت بتعتمد على خبرات موجوده قبل كده. دي مش موجوده في الذكاء الصناعي. واديك مثال صغير. انت لما بتيجي تتكلم اللغه العاميه دي انت بتستخدم حاجات نابعه من الثقافه. الذكاء الصناعي مش عارف يستخدم كده. يعني احنا مثلا
لقلة أنظمة المدح عندنا في اللهجة العامية، فبنستلف من الذم عشان نمدح. بتقول دي فكرة بنت كلب مثلا، أو ده أو بتقول يعني ده دماغه دي سم، أنت كده بتمدح. الذكاء الصناعي مش هيعرف يعمل، لأنه لازم يبقى عنده الثقافة اللي عندك. أو ساعات بنجيب ميمز أو كوميكس من الأفلام لأن دي ثقافة. فأنت الذكاء الصناعي حاليا specific AI بيبقى أحسن منك في حاجات معينة، لكن عمره ما يعني هم الناس عايزة توصل لجنرال AI، artificial general AI اللي هو أنت خدت خبرة في حاجة عايز تنقل الخبرة دي تستخدمها في حاجة تانية. دي لسه مش موجودة، دي اللي ممكن تيجي بعد كده، بس مش هيوصل برضو للذكاء البشري، وهيبقى عامل مساعد ليك. يعني في حاجات البشر عندهم صفات عمر ما الكمبيوتر هياخدها، هو هيبقى أحسن مننا في صفات أخرى عندنا، فهي أحسن حاجة هو التكامل ما بين الاثنين. تمام. آخر سؤال بس للدكتور حجازي. دلوقتي أنا مثلا صوت أم كلثوم مثلا، دلوقتي تعمل أغنية بالاي اي، هل لو مثلا أولادها أو الوارثين ليها قدموا شكوى في مباحث الإنترنت إن الصوت ده اتاخد أو كده، هل هيتاخد معاه مع اللي عمل الصوت ده أكشن ولا لأ؟ هجاوب المرة دي عشان انت اتهمتني ان انا ما بقولش حاجة. طيب الحقيقة طبعا الصوت واحد من الحقوق اللي المحاكم المصرية والقانون المصري بيضفي عليها حماية، وبالتالي لو الورثة بتوع أم كلثوم قاضوا الشخص اللي عمل كده هيقدروا انهم ياخدوا تعويضات نتيجة استخدام الصوت بدون اذنهم، تمام. وفي نفس الوقت لو حابين كمان انهم ياخدوا جزء من العوائد المالية اللي عادت عليه فدي نفس القصة، بيقدروا انهم ياخدوا عوائد مالية. انا بس يعني هضيف على اللي استاذنا الدكتور يعني حسين امين قاله في الجزء بتاع الاي اي والسيكوريتي، انه النهاردة مش بس اننا بنحاول اننا نأمن النظم، انما احنا بنستخدم نظم الاي اي في ازاي اقدر اشوف البيهيفير او السلوك بتاع الاتاكرز او بتوع الهاكرز اللي بيبتدوا انهم يعملوا هاكينج. باستخدام التولز دي بنحاول اننا نشوف الطريقة والاسلوب اللي هم بيستخدموه، بتبتدي الفرق اللي بتشتغل على السايبر سيكوريتي بتبتدي انها تفل الجابس دي او تسد الفجوات اللي موجودة في الجزء دوت. وفي شركات مصرية ابتدت بالفعل انها تنتج تولز مرتبطة بالسايبر سيكوريتي باستخدام الاي اي. طيب احنا قبل بس ما نختم دكتور حسين في مقترح بيقول تفضل. الحقيقة الجلسة السرية الرائعة الحقيقة، وحضراتكم شايفكم يعني كلكم ما شاء الله فيكم ناس واعدة صاعدة، ربنا ان شاء الله يعني يديكم الطاقة والمثابرة اللي انتوا تمشوا في الموضوع ده و تقوموا البلد عشان الرانكينج بتاعنا قل شوية عايزينه يرتفع. فأنا بقترح إن أنا أعمل شورت كورس في الجامعة الأمريكية. الشورت كورس ده أتمنى إن المنصة اللي موجودة قدامنا ديت تكون كلها مشاركة، كل في مجاله طبعا، و ويبقى أونلاين. أستاذة سلمى ممكن الناس اللي هي في الولايات المتحدة أو في خارج الوطن ممكن يشاركوا برضو على زوم، ونفتح الموضوع أكتر من كده. ما تبقاش الندوة الرائعة ديت هي آخر مطاف، ولكن استتبعها يعني مبادرات نقدر اللي احنا ندخل فيها الشباب الجميل اللي قدامنا ده، و على الله حسن السبيل. يعني ما فيش احسن من كده. يعني انا مبسوط. ثانك يو فيري ماتش دكتور امين. هنوليكم باخبار الكورس ده لما نبدا نشتغل، ما دام قال هنعمله يبقى هو خلاص بيعمله. انت اللي هتاخد الدوله. فان شاء الله ويل كيپ يو ابديتد. احنا شاكرين جدا لكم لحضوركم. احنا بس قبل ما تمشوا انا عايز اقول لكم ان القاعه في الحضور فيها ناس من الخبراء في مجال الاي اي، وناس دكتور احمد مرسي رئيس قسم الهندسه الطبيه في كليه الهندسه،
وأشرف أمين وفي ناس كتير. فأنا شاكر جدا أنكم موجودين معنا والسادة الصحفيين والسادة الزملاء اللي موجودين كلهم. أنا أعتقد أن دي بداية، أعتقد أن برضو مكتبة اسكندرية هتعمل حاجة في شهر أكتوبر برضو على الموضوع دوت، فتابعوا المكتبة لأن في حاجة برضو تتحضر كويسة، يعني سلولي كوكد بس كويسة إن شاء الله. وشكرا لكم جدا، ميرسي جدا، شكرا، شرفتونا.